Cool, on est live. Je vais partager de vos côtés. Salut. أهلا بالسادة المستمعين المتابعين والمتابعات كراكم تسمعوا فينا je vais partager ici. اهلا بالساده المستمعين والمستمعات اسكو واحد يقدر يكونفيرمي بلي كسون راهو بيان اونتر طون راني نبارطاجي نستنى لي كومونتير واحد برك يكونفيرمي لنا اسكو الصون راهو بيان Est-ce que son va bien? Parfait, son va bien. Donc, nous pas de rouler dedans. Sinon, je suis là que Nancy Jew. باش نعرفوا بالموضوع voilà. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Saïd Balak? Je sais pas, je trouve pas le partage. Tu as partagé sur la page, sur ma page? Oui, la page, sur la page, il est directement live sur la page. Je viens de vérifier. Ah ben et je viens de partager. Parce que là, je cherche le lien pour le partager sur le profil, je ne trouve pas. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Bon, Rani Batlek, le lien à partager, si jamais tu veux le partager sur ton profil. D'accord? Ok, attends. Voilà. Misal khair alaykoum, salam alaykoum, ahla. Ahla biljamir. اليوم راح يكون كاين لايف على موضوع وظيفة الدين في المجتمع نستناو برك شوية الناس يطلعوا باش نبداو موضوع النقاش نعرف بالناس بالمتناقشين إذا قدرتوا تبارطاجيو باش يلحق ان سيرتان مومون ونبداو اللايف داكوغ الموضوع هو وظيفة الدين في المجتمع تاع اليوم واسكو عنده وظيفة اصلا دونك هذا هو موضوع النقاش سعيد جاب الخير ووهاب بوعلام هما اللي راح يتناقشوا اليوم دونك النقطة انه الموضوع هذا est-ce que déjà les dakhlou راهم partagent ou juste باش les prendre à un certain moment ok cool bon on s'arrête quelques secondes on est là. Okay. Moi, j'ai partagé partout où il peut. Saïd, est-ce que tu peux partager le profil technique? C'est bon. Oui, je viens de partager sur mon profil. Ok. Bon, Alem, ça va? Tu as peut partager? C'est bon. Facebook, Instagram, c'est bon. Cool. Donc, on peut commencer. أهلا بكم مساء الخير عليكم أهلا بكم والسلام عليكم أهلا بالسادة المستمعين والمستمعات في هذا اللايف الذي سوف نشرطه مع الصديق سعيد جاب الخير والصديق بوعلام وهاب حول موضوع وظيفة الدين في المجتمع قبل ما نبدأ نهضروا في الموضوع هو أنه الدين هل يمكن أن نراه
كمسألة شخصية وفقط، يعني لازم علينا نشوفوها مسألة شخصية وفقط، يعني بين الفرد ونفسه، أو أنه عنده وظيفة ديباسي الفرد، يعني ما بعد الفرد، يعني أنها تتجاوز الفرد في حد ذاته، في حد ممارسته الفردية. هل للدين وظيفة في المجتمع في الحاضر؟ ما نش نهضروا على الباسي، نهضروا على الحاضر. وإذا كانت عنده وظيفة، وشنو هي هذه الوظيفة؟ وإذا ما كانش عنده وظيفة، وعلاش ما يكونش عنده وظيفة؟ دونك هذا هو الموضوع اللي راح نهضروا فيه اليوم. اسكو سعيد و بوعلام عرفت الموضوع بطريقة صحيحة قبل ما نبداو؟ هذه هي وظيفة تاع الدين في المجتمع حاليا، بغض النظر بون نجمو ثاني نتناقشوا في هذه، ما عرفتش غادي يكون موافق عليها سعد بخير، بصح بغض النظر عن النصوص اللي كاينه، بغض النظر عن التفسيرات وما الى هذه، بتاع ماشي بالضروره غادي نتوافقوا على هذه. اوكي جوستومون، هذا هو جوهر المشكل، النصوص والتفسيرات، هذاك هو مربط الفرس ولا بومب ريتاردمون، سي سا تو لو بروبليم. اصبر، مازلنا ما بديناش بون، اصلا ما بديناش. اوكي، المهم نبدا بك سعيد. وي، انت وشنو هو رايك في هذا الموضوع؟ هل ترى ان للدين وظيفه في المجتمع اليوم؟ اوكي، انا الى تسمح لي السيد منشط الجلسه، عندي نقاط سريعه ننبه لها، لان نظن باللي هي اساسيه باش ما بور نو با الي دون دي فوس بيست، يعني باش ما نروحوش في نقاش خارج الموضوع. بسرعه نشير الى مجموعه من النقاط، واذا كاين نقاط تحتاج تفصيل من بعد نقدر نفصل فيها من بعد. اوكي، دونك اولا نرحب بالاصدقاء والمتابعين اللي راهم يشوفوا فينا ويتابعوا فينا. ثانيا نحب ناكد في البدايه انه كل ما سيقال في هذه الجلسه او في هذا الحوار او النقاش هو خطاب معرفي وليس خطابا إيمانيا، ماهوش خطاب إيماني، هذا خطاب معرفي، يعني سواء أنا أو وهاب كل ما سيقال هو خارج تماما عن إطار من هو مؤمن بماذا أو من هو ليس مؤمن بماذا، يعني وهنا راني نهضر على الإيمان بمعناها الديني، يعني الخطاب تاعنا خطاب معرفي ماهوش خطاب إيماني، باش ما الناس ما يخلطوش اننا رانا نتكلموا في ما هو الايمان وما الذي ينبغي ان يكون عليه من هو مؤمن او من ليس بمؤمن، هذا ماشي شغلنا، احنا هنا خطاب معرفي ماهوش خطاب ايماني. وزيد مساله الايمان هي تخص صاحبها، يعني سواء هو يؤمن او لا يؤمن هذا شان شخصي، احنا لا نتدخل في هذا الجانب وما يعنيناش اصلا. نقطة ثانية أيضا بسرعة، كاين تعليقات، شفت أصدقاء، بعض الأصدقاء علقوا على واحد المنشور كنت درتو أنا حول علاقة الأفكار بالأخلاق، وتم يعني فهم شوية غير صحيح غير صائب للمنشور، لأنه ربما كان ما كانش دقيق في تحديد الألفاظ نتاعو. هو المقصود من المنشور يقول أنه ليست هناك علاقة ضرورية بين الأخلاق والأفكار، لأنه يقدر الإنسان يكون مؤمن أو ملحد مثلا وتكون عنده أخلاق إيجابية، ويقدر بالمقابل أيضا يكون مؤمن وما تكونش عنده أخلاق. أما المشكلة هي في كلمة الأفكار، أنه طبعاً المقصود ليس أنه لا توجد علاقة بين الأفكار والأخلاق في المطلق، وإنما المقصود هو أنه لا توجد علاقة ضرورية بين الأخلاق وبين المعتقدات الدينية. الأفكار المقصودة في المنشور هي المعتقدات الدينية وليست الأفكار في المطلق، هذه باش تكون الأمور واضحة. ايضا نقطه واحده اخرى ايضا بسرعه، هي ليس من الضروري ان الانسان يكون ديست، يعني يكون مؤله حتى يكون عنده دين، لان هناك اديان ليست ما فيهاش الهه، هناك توجد اديان اليوم على وجه الارض هي بلا الهه، مثلا البوذيه
ليس فيها آلهة، مثلا الطاوية ليس فيها آلهة، الشنتو ليس فيه آلهة. هناك أديان لا تحتاج إلى آلهة، يعني مش ضروري أن الواحد يكون كائن يكون مؤله باش يكون متدين أو له دين. هذه أيضا دونك هناك وكي نتكلموا طبعا على التأليه، المقصود هنا هو الإله المفارق، يعني لأنه إذا الإله ما هوش مفارق هنا ندخله في مجال آخر، يعني ندخله في الربوبية، وهذه أيضا موجودة طبعا. أنا مانيش عارف إذا الربوبي نقدر نقول عليه متدين أو لا، أنا ما عنديش، أنا ما نقدرش نحكم في هذا الباب، ولكن الربوبي يعتقد بقوة ولكن لا يعتقد بإله مفارق، صديق إنه كروبا أن ديو ترانسندون، مفارق للكون، يعني أنه إله مفارق للمخلوقات، هذا لا ما كانش عند الربوبيين. نقطة أخرى، الآن لما نجي ونحب نعرف الدين، عندما نريد أن نعرف الدين نجد أنه من الصعب جدا، ما نقولش مستحيل، نقول من الصعب جدا التفريق، أن نفصل أو نفرق ونفصل بين تعريف الدين وبين واقع الممارسات الدينية. صعب، صعب أننا نعرف الدين دون تعريج أو دون إدخال الممارسات الدينية اللي موجودة في الواقع، لأن الدين أساساً ما هو؟ هو الاعتقاد بوجود قوة أو قوى غيبية، يعني إله أو آلهة، سواء بالتوحيد أو بالتعديد، وكذلك الارتباط بهذه القوى أو القوة ارتباطاً طقوسياً، ومن خلال طلب العون من هذه القوة لتحقيق أهداف وغايات آنية أو آخروية، يعني ميتافيزيقية، ما بعدية، يعني ما بعد الحياة المادية. دونك هذا هو التعريف، كاين بزاف تعريفات، ولكن أنا الأقرب اللي يبان لي أنه هذا هو التعريف الأقرب، يعني لما نحب نعرف الدين. نقطة أخرى، الممارسة الدينية أو الاعتقاد الديني لما يكون اعتقاد وممارسة فردية، يعني ما يكونش عندنا مشكل في المجتمع، وحتى ولو تكون ممارسة يعني جماعية مثلا، لكن تتوقف في حدود الطقوس والاعتقاد أو الإيمان والاعتقاد والممارسة الفردية أو الجماعية، ممارسة بمعنىها الطقوسي يعني، أو الامتثالية مثلا، امتثال الأوامر أو النواهي، أو ما يعرف في الأنتروبولوجيا بالطوطم والطابو، يعني المعبود والممنوع. هنا المسألة تبقى خاصة، تخصى بالفرد أو بالمجموعة، وتكون محصورة في هذا الإطار، وما يكونش عندنا مشكل معها في المجتمع. لكن وهي هذه النقطة السادسة، المشكل متى يبدأ المشكل مع الدين؟ يبدأ المشكل عندما يتحول الاعتقاد والامتثال والممارسة إلى تطلع شمولي، لما الدين يدخل في توجهات شمولية ويطمح إلى السيطرة والهيمنة على المجتمع وفرض نفسه، سواء بالقوة المادية أو بأي شكل من الأشكال، بأي شكل من الأشكال يحب يفرض نفسه على جميع الشرائح وطبقات، بل في بعض الأحيان وفي كثير من الأحيان يحب يفرض نفسه حتى على مجتمعات أخرى. هنا يكون عنده طموح مثلا تاع هيمنة أو توسع، طموح توسعي. هنا ندخلوا في مشكل عويص. لماذا؟ لأن هنا الدين يتحول من اعتقاد وممارسة محدودة، يتحول إلى مشروع سياسي شمولي وتوسعي، يريد أن يفرض نفسه على الجميع، وهذا مشكل. لماذا؟ لأن هذا الوضع يلغي التنوع، يلغي الحريات، يلغي أي تطلع نحو الحداثة وأي تطلع نحو الديمقراطية. لذلك هنا تولي عندنا مشكلة. النقطة الأخرى أيضا بسرعة، إحنا عندنا مشكلة خاصة بنا، يعني إحنا كمسلمين، أنه تاريخيا، وهذه ما نقدرش نفصل فيها لأن فصلت فيها، درنا عليها 22 حلقة في مسألة تاريخانية النص، لكن نقولها بشكل عام، أنه الخطاب الديني تاعنا، يعني في إطار الإسلام،
الإسلام لما انطلق في بدايته الأولى انطلق كخطاب، يعني القرآن كان خطاب، ثم تحول بسرعة، تم تحويله إلى نص، أصبح نص، من خطاب إلى نص. ثم هذا النص كان نص مفتوح، كان مفتوحا، يعني يكتب بعدة لهجات وبعدة لغات، ثم سرعان ما تم تحويله إلى نص مغلق فيغوي على عهد الخليفة الرابع. وبإغلاق النص تحول الرسالة الدينية، تحولت إلى مشروع دولة، وبالتالي النص لما تم إغلاقه ما أصبحش مجرد خطاب، وما أصبحش مجرد نص مفتوح، أصبح نص مغلق، بل أكثر من هذا وأخطر من هذا، تحول النص إلى مؤسسة، يعني إلى مصحف ومؤسسة، والمصحف نفسه مؤسسة كما أكد أركون في أبحاثه. دونك تحول إلى مؤسسة، وأصبحت هناك مؤسسة ترافق النص اللي هو النص المؤسس، والنص المؤسس والمؤسسة في نفس الوقت. Donc le texte fondateur et le texte institution et institutionnalisé en même temps. هذه المؤسسة هي مؤسسة التفسير، وهي مؤسسة واحدة أخرى زادت انضافت إلى المؤسسة السياسية التي أسست الدولة الدينية التي تسمت الخلافة. فإذا أصبح هناك مؤسسة أخرى هي مؤسسة التفسير، وهي التي سميت بعد ذلك مؤسسة الفقهاء، أو نقدر نسموها أيضا حراس المعبد أو الشيوخ أو المفسرون أو أهل الفتوى. إذن هذه هنا أيضا أصبحنا في مشكلة. لماذا؟ لأن المؤسسة هذه أصبحت عندها طموحات هيمنية وتوسعية، وبدأت تنزاح وتتوسع حولها، أني نهضر على مؤسسة الخلافة طبعا، وبالاتكاء على النص نفسه كمؤسسة، وبالاتكاء أيضا على الشرعنة التي تقدمها المؤسسة الفقهائية، وهي مؤسسة التفسير. مؤسسة التفسير، وهي وبالمناسبة هذه المؤسسة تحتكر التفسير، ليس فقط تفسر النص، لأن النص هو نفسه يقول لك لا يعلم تأويله إلا الله، هو في الأصل لا يفسر، فهما يجوا يفسروه ويحتكرون التفسير، يحتكروا التفسير ويقصيوا ويكفروا كل من يفسر بخلاف تفسيرتهم، وليس فقط يقصون ويكفرون، بل يفتون بقتل، أفتوا تاريخيا بقتل كل من يجرؤ على تفسير النص خارج دائرة التفسيرات انتحوا. وهذه أوقعتنا في مشكلة كبيرة، لأنه من بعد المشكلة الأخرى اللي زادت ظهرت في نهاية القرن الرابع الهجري، هي إغلاق حتى التفسير، أغلق إغلاق باب القراءة وإغلاق باب التفسير على التفسيرات القديمة والاكتفاء بالتفسيرات القديمة. هنا دخلنا dans un délire، يعني دخلنا في dans un délire historique، في هذيان أو هيستيريا أو ما نعرف كيف نسموها، تاريخية منطلقة من النص، وعلى نص أصبح مغلق تاريخيا، وأصبح ممنوع تفسيره مجددا أو إعادة قراءته أو إعادة تفسيره من جديد، تحت طائلة القانون وتحت طائلة التكفير والقتل، كما حدث بلا ما نسميه للعديد من الصوفية الذين قتلوا لهذا السبب، لأنهم تجرأوا على قراءة النص وتفسيره خارج دائرة الدوكسا والمؤسسة التفسيرية أو مؤسسة الفقهاء. إذن هنا يبقى الآن الإشكال الذي نواجهه اليوم، الإشكال الكبير هو إعادة إحياء هذا الدين السياسي أو الإسلام بوليتيك، هذا اللي هو المتمثل في مؤسسة الخلافة التي ألغيت رسميا سنة 1924 من طرف مصطفى كمال أتاتورك. زادت جاءت الحركات ما يسمى حركات الإحياء أو الحركات الإحيائية التي بدأتها جماعة الإخوان المسلمين سنة 1928 تاع الشيخ حسن، بل أسسها الشيخ حسن البنا. هذه جاءت لإحياء مشروع الخلافة من جديد، وما زالت إلى اليوم
تعمل في هذا الاتجاه. إذن ما خرجناش من المشكل. Donc on n'est pas sorti de l'auberge finalement. ما خرجناش من المشكل. ما زلنا في هذا المشكل نتاع الإسلام السياسي. المشكلة أنه هذا الإسلام السياسي يعيد إنتاج كل الإسلام التاريخي التفسيري، يعني كل المنظومة الفقهائية التاريخية يعيد إنتاجها بكل عناصرها الإقصائية والتكفيرية، ونقدر نقول حتى الفاشيستية، لأنها تحكم. لما الواحد يحكم بقتل المختلف فكريا يدخل في الفاشيستية، هنا يعني يبدأ يدخل في الفاشيزم يعني. دونك هذه طبعا تفاصيل نقدر بعد نتكلم عليها. دونك الان السؤال اللي انا يبقى مطروح الان، اذا كان نتحدث عن 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 الدين مثلا كنظام اجتماعي، او السؤال الاول، هل يمكن ان نتحدث عن الدين كنظام اجتماعي بعيدا عن المؤسسه الدينيه؟ هل يوجد اليوم نموذج ديني يمكن ان يمارس اجتماعيا بعيداً عن أي مؤسسة دينية تتدخل فيه وفي تفسيره وفرض هذا التفسير على المجتمع؟ هل يوجد هذا؟ إذا هذا يوجد، أنا أقول ممكن المشكلة يصبح محلول، ما يوليش عندنا مشكل أصلاً مع الأديان. لكن إذا ما عندناش يعني ممارسة دينية تقدر تكون موجودة في المجتمع بمعزل عن أي مؤسسة دينية أو كهنوتية أو أي مؤسسة مثل حراس المعبد أو حراس الدوكسا أو حراس المنهج القويم بين قوسين، إذا ما عندناش هذه، هنا أيضا يجب البحث كيف نستطيع. طبعا هناك اليوم قراءات جديدة، يقدر واحد يقول أنه هذا صحيح، هناك اليوم قراءات جديدة، هناك قراءات دينية موجودة اليوم، بعضها تاريخي ولو أنه مقصى ومهمش ومكفر من طرف مؤسسة الفقهاء، مثل القراءة الصوفية مثلا موجودة، وهي قابلة، يعني هي فعلا موجودة ومتجانسة ومتوافقة مع المجتمع وغير متعارضة مع تطلعات الديمقراطية والتطلعات الجمهورية والتطلعات الحدثية، هذا ثابت وموجود. وهناك أيضا قراءات اجتهادات جديدة، يعني ما يعرف بالدعاة الجدد مثلا كما محمد شحرور أو كما واحد أخرين اللي يطرحوا قراءات جديدة، ولكنها المشكلة أن هذه القراءات ما تزال إلى اليوم غير متقبلة من طرف المؤسسة الدينية الرسمية، كمثال الأزهر مثلا لا يقبل هذه القراءات الجديدة، بل أحيانا يكفر أصحابها. وفي النهاية السؤال، ونحبس هنا، هل يمكن السؤال الأخير اللي نطرحه، هل يمكن تحقيق الحداثة والديمقراطية والقيم الجمهورية في ظل دين مثلا أو نمط تدين يريد أن يتحكم ويسيطر على كل مناحي الحياة ويرفض أن ينسحب من الفضاء العام؟ هذا هو أنا في رأيي الإشكال، وخلي لكم سعيد ما جاوبتش على السؤال اللي هو هل الدين عنده وظيفة في مجتمع اليوم؟ هذا هو السؤال. نعم، أنا قلت مثلا في القراءات التي لا تتعارض مع القيم الديمقراطية والجمهورية والحدثية ولا تصادم هذه التوجهات داخل المجتمع، يقدر يكون عنده وظيفة. مثلا أنا نشوف باللي القراءة الصوفية للدين لها وظيفة دعم، لها وظيفة من عدة جوانب، ما كانش الوقت باش نفصل فيها، ولكن نقول نعم هناك قراءات تقدر، ومنها مثلا القراءة الصوفية للدين تقدر وظيفة بالمعنى الإيجابي، وظيفة بالمعنى الإيجابي. أوكي، وإذا قلنا بأن الدين مستحيل نفصله على المؤسسة السياسية التي تحميه، إسكو في هذه الحالة عنده وظيفة ولا لا؟ هذا هو السؤال. إذا كان أصبح لا يمكن فصل الدين عن المؤسسة الدينية التي تحتكر القراءة والتفسير، هنا نظن باللي الدين ما يصبحش حالة إيجابية، يصبح حالة سلبية ويصبح عائق للتطور الإيجابي للمجتمعات. أوكي، أنا هكذا يبان لي. أنا حسبت الوقت سعيدك، هدرت 20 مينوت، شرحت النظرة تاعك للدين، شرحت فصلت في النظرة تاعك للدين وجاوبت على سؤالي.
الآن نخلي الوقت الوهاب 20 دقيقة ثانيك باش يشرح النظرة تاعو للدين ويجاوب على السؤال. اوكي الصوت تاعي راه مليح تاعو مسموع مليح. اوكي اوكي جو بونس با ندي كاع بين غادي تكون اقل. بون قبل ما نبدا نشكر سعد جاب الخير لتقبل هذا الحوار، نتمنى يكون مثمر كما هضرنا من قبل. حاجه ثانيه بان ناكد عليها هي باللي رغم كاع الاختلافات اللي نجمو كاينين اختلافات دروك الفكريه، راني معاك كنت متضامن معاك ومازال متضامن معاك لحد الان في حقك في ابداء حريه الراي تاعك، وخاصه اذا كنت تتكلم بموضوعيه تما هذه ما غادي تكون عندها لا علاقه اي علاقه مع واش تعرضت ليه في الجزائر. اوكي طرحت بزاف نقاط غادي نسي نفوت عليهم. خاف شوف بالنسبه لهذاك الفيديو اللي غادي نعطي شو الحق النفسي باش ندافع عليه بين قوسين، خاطرش هذاك الفيديو كي ندار انا راجعت الجانب العلمي اللي فيه، الجانب تاع الاسلوب تاع الكوميدي هذاك وكاع انا ماشي مسؤول عليه، لكن الجانب الافكار اللي طرحت غادي نمد الحق الروحي باش ندافع عليه، خاطرش انا كنت موافق على كاع الافكار اللي كانوا كاينين تما، كان كاين سوء فهم تما غادي نتحمل هذيك المسؤوليه، بصح ماشوش بالي كاين سوء فهم دروك. الحاجه اللي تكالت في المنشور هي لا توجد علاقه ضروريه بين الافكار والاخلاق، فقد تكون ملحدا بافكار باخلاق عاليه وقد تكون مؤمنا بلا اخلاق. اوكي هنايا انت ركزت بلي كلمه ضروريه تما تعني لا مانيش نقولوا بلي لكن واحد ملحد غادي يكون عندها كاع الاخلاق ولا تما هذه هي الفكره اللي كانت كاينه. لا هنا لازم نفرق بين السلوك الاخلاقي وبين الاخلاق. في العلوم اللي تدرس هذا الجانب هي في السوشيال سايكولوجي، هي الفيلد يعني الميدان اللي استخدمه في هذاك الدراسات اللي طرحهم، كان ميدان اسمه سوشيال سايكولوجي فيه فرع يدرس المورال سايكولوجي يعني علم نفس الاخلاق، هذا يدرس السلوك الاخلاقي ويدرس حاجه القرار الاخلاقي تما الانسان كيكون يخمم بينه وبين روحه كيفاش يقرر على اساس باش يطبق هذاك السلوك الاخلاقي او غير الاخلاقي. كاين حاجه اخرى اسمها الاخلاق، هنا يدخل النظام الاخلاقي اللي غادي يكون كاين. كي تقول بالضروره صح انت راك تقول هنايا باللي زعما راك تقصد باللي ماشي بالضروره يكون تكون مؤمن باش يكون عندك سلوك اخلاقي، بصح واش مكتوب هنا ماشي سلوك اخلاقي وانما الاخلاق. اسكو الملحد ولا لا ديني ولا اسكو نجمو نقولوا عليه باللي عنده اخلاق؟ ماشي هذا السلوك الاخلاقي. السلوك الاخلاقي نعم غادي يكون عنده سلوك اخلاقي، بصح الاخلاق كي نقولوا اسكو عنده اخلاق ولا لا، هنايا غادي نشوفوا التعريف تاع الاخلاق اللي كان كاين في الدراسات اصلا. الاخلاق ولا الانظمه الاخلاقيه هي ماشي حاجه فرضيه، هذوك الناس هنا الاختلاف غادي يكون بين الناس اللي عندها انظمه علمانيه ولا ليبراليه ولا لادينيه اللي تعتمد على هذه الانظمه في الاخلاق تاعها، غادي تعرف الاخلاق بتعريف معين ولا على بناء على اسس معينه، والمتدين هذاك غادي يكون عنده اسس اخلاقيه ثاني زياده متغيره ولا متبدله على الاخلاق هذيك الاولى. هذه الهضره تبان هنا غادي نسي ندير شير سكرين ونسي نبين هذيك. هنا كي نروحوا للدراسات غادي نبقاو يهضروا على الانظمه الاخلاقيه. هنا عندنا دراسه مشهوره اسمها ورقه علميه اسمها بيوند بيليف تاع جوناثان هايت، تهضر على الانظمه الاخلاقيه individualizing هنا كي تهضر على الاسس الاخلاقيه اللي يعتمدوا عليها اللادينيين، تقول لك باللي اللادينيين ياكدوا على حاجه اسمها الكير يعني الاهتمام بالاخر، واللي جايه من الغريزه تاعنا تاع التعاطف او الامباثي، اللي صح كما قلت باللي هذه كاينه حتى عند الحيوانات، وكاين اسس اخلاقيه ثاني يعتمدوا عليها الانظمه العلمانيه ولا الفيضانيه ولا الليبراليه اللي هي تاع المساواه. هنا غادي يقول لك بلي نسموا هذه individualizing foundation يعني الاسس الاخلاقيه الفيردانيه، بصح يقول لك ثاني from the perspective of individualism morality such exclusivity هنا يمد مثلا صوالح كاينين في القران وكاع مثلا do not take the Jews and Christians as allies يعني بمعنى هذه الايه تاع ايها الذين امنوا اتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم ومن يتولهم منكم فانه منهم الى اخر الايه. يقول لك هذه احنا كي نشوفوها الان نشوفوها على اساس حاجه لا اخلاقيه،
بصح ستكون فقط لا أخلاقية ما إذا شفنا التعريف تاع الأخلاق بناء على التعريف هذا تاع الفرداني. بصح يقول لك ها بالضرورة التعريف هذا اللي أنا دارينا حنايا الجديد تاع الأخلاق اللي مبني على الأسس الأخلاقية الفردانية، ها بالضرورة فقط هذه الأخلاق، ها بالضرورة الأخلاقية فقط السعادة والألم والمعيارتين تاع العدل، وإنما كان أسس أخلاقية أخرى اللي هي أسس موضوعية كندرسوها نلقوها، وبناء على هذه نقولوا هذه الأسس الأخلاقية نلقوها مفقودة عند الناس اللادينيين، فالنظام هذاك تولي مفقودة ما كايناش، ونلقوها عند الناس المتدينين. هنا على بها استدل هو بهذيك الآية. أنا مثلا نمد واحد المثال تاع أسس أخلاقي، هي authority respect، تما الطاعة والاحترام، تما قال بلي كاين أسس أخلاقية اللي تتبنى عليها قوانين ولا النظام هذاك الأخلاقي اللي تتبنى عليه. هنايا عندنا الورقة هنا يبين لك، يقول لك هنا كاين ثلاث اسس اخلاقيه. عندك هنايا هارم، تما معيار الالم والسعاده، بلي ما نقدرش نضر الناس ونبقى نشوف السعاده تاع الناس. عندك هنا فيرنس ولا العدل والمساواه، هذا اسس اخلاقي وهذا اسس اخلاقي ثاني. هادو زوج اللي انا راي بلي يعني بخطوط متقطعه، هذه الانظمه في الاسس الاخلاقيه اللي تعتمد عليها الانظمه الليبراليه ولا السيكولر ولا العلمانيه ولا الثاني الفردانيه. بصح يقول لك على بها هنا المنحنى هنا طالع، هي تعتمد على هذا بدرجه كبيره. بعد هنايا كاين اسس اخلاقيه ثلاثه اخرين اللي هنا ان جروب، يعني عقيده الولاء والبراء بصفه عامه اللي كاينه في الدين. هنا اوتوريتي، احترام كبير ولا احترام للسلطه الدينيه ولا احترام حتى كما يقول لك في الدين عدم الخروج عن الحاكم ومفاهيم كما هذه. بعد هنا عندك بيوريتي سانكتيتي، تما هنا يربط بعض غريزه كاينه في الانسان متعلقه بمنطقه في الدماغ اسمها انسيلور كورتكس تاع النقاء والقداسة وهذه زعما القيم هذه المتعالية. تما قادر يدير لك نظام قانون معين في هذاك النظام اللي يكون جد محافظ. هنا دايرين هذاك القانون ما عندوش تبرير من منظور تاع السعادة، ما عندوش تبرير من منظور تاع العدل والمساواة، قدر العكس قدر ينقص العدل والمساواة كما هنا راه نشوفوا في هذا المنحنى. بصح يديرها على اساس فقط القداسة او الطهارة، او على اساس الولاء والبراء مثلا يميز بين المسلم وغير المسلم وامور مثل هذه، ولا فقط على اساس الاوتوريتي يعني احترام السلطه الدينيه وامور مثل هذه. دروك هنايا في الوقاش يقول لك، كي ندرسوا الاخلاق كظاهره طبيعيه يعني كظاهره كاينه في الادمغه تاع الانسان في السوشيال سايكولوجي، نشوفوا بلي الاخلاق يعني ما تنصحش ليها هادو زوج. تما كي نقولوا ليس بالضروره يعني الملحد ليس بالضروره ما يكونش عنده سلوك اخلاقي امور مثل هذه، واه بصح فقط في حاله اذا عرفنا الاخلاق بناء فقط على هذيك على هذوك المفاهيم اللي ولا زوج. بصح الاخلاق ما تنصحش في هذه، تما هذه هي الفكره العامه اللي تبغي نتناقشوا اكثر في هذه النقطه نتناقشوا. بصح غادي نروح للنقط اخرين. ثاني كاين تاع كاين ديانات بدون اله، نعتبروها ايضا ديانات ولا تما وهنا تاني كاينه مثلا مديت انت مثال على البوذيه، كاين ديانات بدون اله صح. بصح هنايا كاين واحد المفهوم ثاني سموه تيولوجيكال انكوركتنس، كاين مفهوم سموه تيولوجيكال انكوركتنس. شوفك بلي واه حتى على بيا كنت نهضر بالبديع على النصوص، يعني ماذا بيا كنت نقشوا في هذه، نقول لك حتى ولو كان في النص يقول بصريح عباره مثلا بوذا ماشي اله، بوذا مجرد انسان، بصح التاثير تاع هذاك الدين ولا تاع هذيك النصوص على البني ادم هذوك المؤمنين بهذاك النص يكون مختلف على النص. علاش؟ هذا المفهوم سموه تيولوجيكال انكوركتنس، رام يدرسوه يقول لك خاطرش النصوص ما دارتش باش المفعول تاعها اللي كان السبب تاعها ولا الوظيفه تاعها ماشي كما الناس حاسبين. النص كاين الناس غادي تقراه تروح تطبقه، كون جات كيما هكا كاين بزاف السلوكات غادي تتغير على المجتمعات. بصح علاش؟ خاطرش كاين عوامل اخرى، كاين هذه تيولوجيكال انكوركتنس. كاين ثاني اخرين يشوفوا باللي ثاني ماشي هذا ماشي تفسير اخر بصح التفسير شويه تماشى مع الاول. ثاني يقول لك سايكل تكست از كولتوروجيون، يقول لك باللي هنا النصوص الدينيه عندها نفس المفعول كما المفعول تاع المعلومات الجينيه اللي كاينه في اي كائن حي. شنو معناتها؟ معناتها هذاك نفس الجين مثلا كي نهضر على البيولوجيا، نفس الجين يكون عندنا يعني ديفرنت اكسبريشنز، يعني قادر يكون التاثير تاعها او يعني الظهور تاعها على ارض الواقع او التفاعل تاعها مع المحيط تاعها يكون بطريقه مختلفه. قادر نفس الجين يمد لك صفه معينه، وقادر في ظروف معينه يمد لك صفه اخرى. تما النصوص ثاني كيما هكا، قادر هذاك النص يكون عنده مفعول معين، وقادر على سبب التعقلم تاعها في الوقت تاعها وكاع يكون عنده تعقلم معين اخر. هذه كاع الفكرتين نجمو نهضروا فيها بزاف، بصح
الفكره العامه كاع هنا هي باللي هذا الصوالح دروك ما راهمش يدرسوهم غير كيما كانوا بكري تما يشوفوا النص وشغل يفرضوا هكا فرضيات ومن بعد يفسروا كيما كانت بالهم، لا كاين علوم تجريبيه راهي تدرس الصوالح ووصلت باللي الفهم تاعنا تاع الدين تاع الناس ولا حتى عند العلماء اللي كانوا كاينين في الوقت القديم كان غلط بزاف. دروك فهمنا باللي النصوص الدينيه حاجه اخرى وباللي الدين هو ثاني يدخل في اطار ما يسمى بكومبلكس ادابتيف سيستم. هذا هو اللي راكم تشوفوه هنا، هو الفهم تاعنا تاع النظام الديني كالفهم حاليا، يعني الفهم العلمي التجريبي حاليا. هذه علوم تجريبيه تكون بين كاع الدراسات ولا تنجموا ثاني تقراوهم وتشوفوهم. مثلا هنايا هذا الرسم مبسط، كاين واحد اخر اكثر تعقيدا من هذا، لكن هذا الشرح ولا التفسير المبسط تاع الدين، هذا هو الدين. تما هنايا يقول لك بلي كاين واحد المفهوم اسمه شغل بيلدين بلوكس، يعني البنات ولا البنيات الاساسيه اللي كاينه في الدين هي هذه هنايا 8. هادو هنا 8 كي يكونوا كاينين نقولوا عليه دين، كي تكون كاينه ناقصه غير وحده نقولوا عليه لا هذا ماشي دين، حاجه اخرى ولا شبه دين. على بها ثاني كي هضرنا باللي ما هو تعريف الدين، هذا هو التعريف العملي للدين اللي عليه يعني تجارب وعليه يعني كما هنا هذه طريقه في الاختبار اسمها هايبوتيتيكو ديداكتيف موديل اللي كاين يستعملوا حتى في الفيزياء الكونيه، تما يديروا معطيات يختبروها بخوارزميات ويشوفوا ويتسوا النظريه تاعهم وشوفوا اسكو تطابق مع الواقع ولا لا. تما هادو ثاني بيلدين بوكس نجمو نهضروا عليهم من بعد بالتفصيل. نهضر على النقطه اللي طرحتها مثلا كي هضرت على تاع الخلافه في تركيا بعد العلمانيه وبعد الفتره تاع اتاتورك وكاع جيسومو، هنايا كي تقرا تفهم باللي هذيك حتى الناس بزاف مشكو منها الحملات يعني ظهور جماعات متطرفه دينيه مثلا في تركيا وفي مناطق اخرى. هنا يقول لك باللي هنا مثلا مثال تاع فور انسس ريليجيوس راديكاليزيشن ساش اس ذا ايمرجنس اوف ذا مسلم براذرود ان ايجيبت في مصر وفي تركيا اند ازور وفي مناطق اخرى مختلفه appears to have been a response to aggressive secular campaigns. هذا التطرف وهذه الجماعات المتطرفه اللي كاينه في مصر واللي كانت كاينه في تركيا ما جاتش غير هكا وحده، جات العكس، جات بسبب الحملات العلمانيه اللي كانت كاينه قويه بزاف. تما ما جاتش غير هكا، علاش؟ ثاني هنا يشرح لك باللي النظام هذا عنده في واحد الميزه اسمها اونتي فراجيليتي، معناتها كي تسي تخرب فيها اي هنا كي تدخلها في الانبوت تاعو على صالح الجد، زعما تبغي دير ريفورم تبغي دير تجديد ديني ولا تبغي تقلع كش حاجه ما عجباتكش ولا تغير عليها ولا، في غالب الاحيان تصرى حاجه اللي ماشي انت متوقعها، وفي بعض الاحيان تصرى حاجه اللي العكس تلاك باغيها. مثلا انت تشوف باللي راه كاين تطرف بزاف وغادي نعدل على النصوص الدينيه باش نقصوا التطرف، هنا بالنسبه له حاجه منطقيه نقراو ايات تاع الجهاد ولا تاع الحرب ولا حاجه اللي صار في ارض الواقع بسبب نسبه التعقيد اللي كاينه تاع هذا الدين، التعقيد الكبيره لحد الان اللي ما نش فاهمينها مليح مكتوبه هذيك في الاوراق. حاجه اللي صرا هي العكس الحاجه اللي انا باغي نديروها، العكس الهدف اللي انا باغي نحققه. على بها هنا ثاني يهضر في هذه الورقه، هذه الورقه تاع التخصص خرجه في 2019 ماشي حاجه قديمه ولا، يقول لك هنا يمد شغل نداء هنا في التاريخ في الخاتمه، يقول لك it is hoped that students, scholars and policy makers يعني مسؤولين عن السياسات وكاع appreciate that if there is if there are compelling reasons to control or reform religions حتى ولو كانت كاين يعني اسباب يعني محفزه ولا تبنى حنايا مهمه باش نتحكموا في الدين ولا باش نعدلوا على الدين، هذه غادي تمد يعني فهمنا الحالي للدين راه ناقص بزاف باش نجمو نديرو حاجه كيما هذه. وان نايف بوليسيز يعني سياسات اللي ساذجه واللي تحوس تاثر على الدين وتغير في الدين وتعدل فيه ولا دير لها الريفورم والتجديد are likely to have unintended consequences تكون عندها تبعيات غير مرغوب فيها. ثم حتى بزاف صوالح يعني نشكو منهم تاع التطرف الديني وكاع ما صرات اوكي المسؤولين هذوك يكونوا يديروا عمليه متطرف هذوك مسؤولين على الافعال تاعهم، بصح كي يشوفوا من مفهوم تاع سيستيميك من منظور تاع هكا نشوف كنظام على ارض الواقع نشوفوا باللي السبب الاول للحاجه اللي وصلتنا لهذه هي الحملات العلمانيه القويه اللي راهي كاينه. انا ثاني كنشوفوا انا ابروش تاع هذه ورقة خرجت في 2014 يقول لك why religion is better conceived as complex adaptive system than more of forcing. جزء كبير من الهضره اللي هضرتها يا سعيد جاب الخير تشوف باللي الدين هو فقط في الوقت الحالي زعما هو مؤسسات تسي تتحكم في النورم يعني في السوشيال نورمز كيفاش الناس تعيش حياتهم، هنا نورم اون فورسين انستيتيوشنز
انا يقول لك لا، يقول لك لا، بغينا نفهموا الدين بطريقه موضوعيه وبطريقه علميه حديثه نشوفوا از كومبلكس سيستم ذا نون اوف فورسين انستيتيوشن. هنا مكتوبه كاع تبغي نقراها بسرعه باش حرا الوقت. المهم دار نجم نشوفوا از ادابتيف سيستم ابروش تو ريليجن. مازال لك خمس دقائق وهاب، ما تنساش تجاوب على السؤال ودير الكاميرا تاعك باسكو ما نشوفوها. اوكي اوكي، الجواب تاع الوظيفه واه غادي منا نصلح. To avoid various sort camps and institutional approach، هذه الطريقة تاع نشوفوا بلي لا الدين مجرد وحدين تحكموا في المؤسسات، تحكموا في التفسير تاع النصوص وكاع، هذه شورت كام شغل طريقة هكا سهلة تاع باش نفهموا الدين تاع اللي ماشي طريقة حقا جدية. But also offered additional explanatory advantage regarding the cultural evolution of group level traits that emerge from religion. الوظيفة تاع الدين بصفة عامة هي باللي الدين دروك نشوفوه اس كومبلكس اداتيف سيستم، يعني عندها وظيفه اخلاقيه، وباللي الاخلاق ماشي كيما بزاف ناس ليبراليين ولا فردانيين ولا علمانيين شوفوا باللي الاخلاق حقيقه هذوك الاسس الفردانيه باللي نهتموا بالاخرين ولقوا كاين تعاطف وكاع ولقوا كاين العدل ونجنبوا الالم. لا، هذا فهم ماشي موضوعي للدين، هذا فهم تاثر ب يعني دوغما ولا بايديولوجيا ليبراليه. دروك كاين واحد يقول لك اوكي بكري كانت كيما هكا، ودروك نجمو نخدمو غير بالاسس هذوك الزوج تاع العدل والمساواه وتاع تجنب الالم وتجنب الالم والسعي نحو السعاده. لا، هنا نجو نديرو معيار ونقارنو بين النظام الاخلاقي الديني اللي يعتمد على يعتمد على هاد كاع الخمس اسس الاخلاقيه، وبالنظام الليبرالي اللي يركز غير على هادو الزوج، ونشوفو شا هو النظام اللي يستاهل باش تخدمو به، والنظام اللي ماشي مليح واللي قادر يكون ضار وميؤديش الوظيفه تاعه اللي كاينه في المجتمع. دونك هذه هي الفكره وشكرا. شكرا شكرا وهاب. انا قبل ما نعاود نعطي الكلمه لسعيد قبل الخير باش يرد، نسي برك ندير يعني اون فادير تلخيص للنظرة تاعكم. يعني انتم ما تشوفوش الدين بنفس الطريقة، يعني واش قال سعيد جاب الخير واش قلت انت وهاب، ما تشوفوش الدين بنفس الطريقة، لذلك انتم عندكم آراء مختلفة حول هل للدين وظيفة في المجتمع اليوم أو لا. أنا حاب برك نعاود برك نلخص النظرة تاع سعيد جاب الخير والنظرة تاع بوعلم وهاب باش نقدروا نافونسيو للقدام. باسكو جو بونس كو حاجات مثيره للاهتمام قالت من كلا الجانبين، بصح ديبوندي بوكو بلوس، يعني تتعلق بطريقه كثيره حول كيف يرون الدين. سعيد جاب الخير من جهه يرى ان الدين هي المؤسسة والنصوص التي تحمي المؤسسة والممارسات التي تنشأ عن هذه النصوص، يعني هو يشوف الدين بهذا المنظور، وهذا ما قاله في المداخلة تاعه. وهاب وعلام يشوف بأنه الدين ما يشوفوش من هذا المنظور، هو بين الموديل تاعه، يعني في حب يشوف، يعني يشوف الدين عبر الموديل، يعني معيار، يعني الموديل ماتيماتيكي، في الموديل اللي يشرح الدين ويعرفه كأنه complex adaptive system، يعني نظام معقد تكيفي ولا متوحد تكيفي. النظرة هذه تعطي جواب آخر للسؤال هل الدين عنده وظيفة أو لا، وهنا ما قالهاش بزاف وهاب، ولكن هذه يزم علينا ثاني نركز عليها، هو أنه ما هي نظرة وهاب للأخلاق وما هي نظرة سعيد جاب الخير للأخلاق. وهاب يشوف الأخلاق عبر نظرية the moral foundation, the five moral foundation، يعني الأسس الأخلاقية الخمسة، يعني الأخلاق أي أنظمة أخلاقية في العالم التي أنتجتها البشرية في التاريخ مبنية جنرال على خمس أسس لبنات، يعني خمس ياجورات شرحهم في المداخلة تاعه. وإذا شفنا الأخلاق بهذا المنظور وشفنا الدين بالنظر اللي قالها وهاب، يعني نعم الدين عنده وظيفة.
وشنو هي الحاجة اللي راهي انتريسونت في, 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 في النظرة اللي يشوفها وهاب للدين؟ أنه أننا نقدروا نجرب أمور. الموديل هذاك اللي وراه وهاب في العرض بتاعه يسمح لنا أننا نجاوبوا بال يعني نجربوا ونديروا تجارب على الظاهرة الدينية. ظاهرة دينية. من جهة أخرى أنا عندي سؤال لك وهاب وعندي سؤال لك سعيد جابر خير قبل ما نعود نعطيك الهضرة. نذكروا بأنه مم حتى في الفيزياء ظاهرة بسيطة كالجاذبية عندنا بزاف دي موديل ماتيماتيك باش نشوفوها. نقدر نشوفوها كما كان يشوفها نيوتن كما نقدر نشوفوها كما كان يشوفها أينشتاين. بصح لي دو موديل سون كاريمون ديفيرون. الموديل الأول يسمح بأمور وما يجاوبش على أسئلة، والموديل الثاني يجاوب على أسئلة ويفتح أسئلة أخرى. يعني عندما نسيو ندرسو باسكو باش نهضروا على العلم لازم نهضروا على التجربة، باش نقدروا نسمحوا لروحتينا أننا نقدروا نجربوا أمور ونديروا تجارب على الدين لازم لنا موديل. سوف كو لو موديل ني جامي لا رياليتي، لا رياليتي توجور بلي كومبلكس، يعني الحقيقة اللي دائما أعقد من موديل. دونك أنا عندي سؤال لك وهاب، عندي سؤال لك سعيد جاب الخير. نبدأ بالك نطرح الأسئلة تاعي ونخليكم تهضروا. وهاب أنا عندي بالك اعتراض صغير على الدراسة اللي تقول بأنه الأجريسيفنس يعني الحاجة يعني كما يقولوا الحركات العنيفة اللي ظهرت بعد كما ظهرت بعد التخلي عن الخلافة، أنت ترجح فقط على ممارسات المؤسسات العلمانية، ولكن على ضوء واش طرح سعيد جاب الخير في التاريخ قال لك بليك حنا قبل ما تجي لخصم الخلافة كانت قائمة وكان كاين الناس يقتلوا مفسرين، يعني ما نقدروش فوالا. دونك هذا سؤال. سؤال ثاني ليك سعيد جاب الخير باش نعاود نعطيك الهضره ومن بعد نديروا هكذا تور دو رول قبل ما نفتحوا لاخر. سؤال ليك سعيد جاب الخير، اسكو ترى، هل ترى من على ضوء واش طرح وهاب اللي هو يشوف الدين يعني من منظار هذاك الموديل، من منظار موديل اللي يسميوه complex adaptive system، هل ترى انه عندنا tout intérêt à ce qu'on puisse approcher الدين ب كما يقولوا عبر كما يقولوا العلوم التجريبيه؟ اسكو العلوم التجريبيه تقدر تعطينا نظره ادق ولا لازم نقعدوا في 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 القراءه التاريخيه اللي تدرس النصوص؟ هل ترى يعني اون بلو فاليو للموديل الاخر؟ هذا هو السؤال اللي عندي. نخلي سعيد جاب الخير ونعاود نولي لك وهاب. داكور اوكي. المشكله بالنسبه لما يمكن ان تقدمه العلوم التجريبيه للدين، المشكله ليست في ان العلوم التجريبيه تقدر تقدم او ما تقدرش، هي ممكن ان لا لا ما قلناش تقدم للدين، ما قلناش العلوم التجريبيه تقدم. سؤالي لم يكن حول ما هي ما يمكن ان تقدمه العلوم التجريبيه للدين، لا، السؤال تاعي هو ما يمكن، ما هي الامور التي يمكن ان تقدمها العلوم التجريبيه في دراسه الدين عكس النظره التاريخيه والقراءه التاريخيه التي تراك اللي راك فيها؟ ديجا العلوم التجريبيه هي قدمت في دراسه المخطوطات تاع النصوص المقدسه مثلا، قدمت منذ اكثر من قرن بدأت تقدم في هذا المجال. شلاير ماخر وكذا من بداية الإصلاح في ألمانيا مع عصر مارتن لوتر، عندما بدأت التوراة والكتاب المقدس يترجم إلى اللغات الشعبية الأوروبية، وعلى رغم رفض الفاتيكان ورغم تكفير الفاتيكان لمارتن لوتر والفتوى اللي صدرت عن البابا بحرقه حيا في الساحات العموم في الساحة العمومية، رغم هذا كله مارتن لوتر مشى في هذا وترجمت الكتاب المقدس، ترجم توراة الأناجيل إلى اللغات الشعبية، وبدأت الناس تعرف تفهم وش فيها توراة الأناجيل، وبدأت الدراسة تسلط والضوء يسلط على المخطوطات وعلى كل ما هو، وأيضا بالنسبة للغات، بالنسبة للجانب
كوديكولوجي والجانب السيميولوجي والانثروبولوجي والاركيولوجي وغير ذلك. يعني بدات هذه حقيقه انا نقول باللي العلوم التجريبيه هي ديجا قدمت او مازال قاعده تقدم، قدمت بزاف في مساله الجانب الكوديكولوجي، يعني الدراسه التاريخيه للنصوص ولمخطوطات النصوص. لكن المشكل ماهوش هنا، المشكل انا بالنسبه لي ليس في هذا، المشكل هو في المؤسسة الرسمية اللي ترفض التجديد وما زالت إلى اليوم ترفض التجديد، وفي كثير من الأحيان متحالفة مع السلطات الرسمية. هذا هو المشكل، لأن انت يا ما هي فائدة أنه تخرج ألف دراسة حول الجدوى تاع الدين من وجهة نظر العلوم التجريبية في العالم، ولكن وتبقى المؤسسة الرسمية رفضتها، وبالتالي السلطة الرسمية السلطة السياسية تبقى رفضتها، وبالتالي هذا الأبحاث وهذه النتائج العلمية لن تجد طريقها إلى التطبيق على المستوى المجتمعي. فماذا سنستفيد في هذا الباب؟ نقعد ندور في النظريات. ولهذا أنا واش نقول باش نعود نرجع أنا في هذا الجانب عملي، يعني براغماتي. انا تقول لي مثلا واش صديقنا وهاب مثلا الان يقول انه هناك طرق جديده، يعني مثلا لفهم علميه، يعني طرق علميه جديده لفهم النصوص الدينيه ولفهم الدين. النصوص لا الدين، هو يقول الدين. يا نعم نعم الدين الدين بشكل عام، نعم لفهم الدين بشكل عام. طيب انا مدبية، ولكن اعطيني مشروع يقنع الازهر، اعطيني مشروع تفصيلي يقنع الزيتونه، اعطيني مشروع يقنع مؤسسه القرويين، اعطيني مشروع يقنع المؤسسه الوهابيه في السعوديه، اعطيني مشروع يقنع السلفيين، اعطيني مشروع يقنع جامعه الاخوان، اعطيني مشروع يقنع المؤسسات. هذا هو المشكل. انا مشكلتنا ليس في انه لا توجد طرق علميه، توجد. اسمح لي ما كملتش. توجد طرق علميه بالنسبه للاخلاق. نعود نرجع لمساله الاخلاق. الاخلاق انا بالنسبه لي هي مساله اليوم كما هي اليوم وكما تدرس اليوم هي مساله علميه. الاخلاق اليوم المجتمعات لم تعد بحاجه الى اديان او نصوص دينيه لتملي عليها المعايير الأخلاقية. ما عدناش محتاجين هذه الأمور، لأن اليوم الأخلاق اليوم راهي العلم اليوم راهي يقول العلوم التجريبية اليوم تؤكد أن الأخلاق مغروسة في الخلايا في الجينات تاع الإنسان. يحتاج الإنسان يجي معيار ديني أو معيار فلسفي يعلمها له. ما راش محتاجين فيلسوف أو رجل دين يملي علينا الأخلاق أو دين بشكل عام أو أديان بشكل عام. لا نحتاج إلى هذا اليوم، لم نعد بحاجة اليوم إلى كل هذا. وباش ما ندخلش في التفاصيل، لأنه كاين صديقنا وهاب هو ممكن راهو مطلع على باحث أو زوج أو 10 أو 20. كاين سلسلة دارها صديقنا أحمد سامي المصري ونحييه بزاف عليها، فيها 30 ساعة أخلاق والدين، جايب مئات الدراسات والأبحاث الأمريكية، مئات مش عشرات، مئات، 30 ساعة الأخلاق والدين. ننصح كل المتابعين يشوفوها، ننصحهم بقوة أنهم يشوفوا هذه السلسلة لأنها خطيرة جدا وفي أقصى درجات الأهمية. مئات الدراسات ومئات الأبحاث الأكاديمية العلمية التي تؤكد بالخلاصة أنه لم يعد العالم بحاجة إلى المعيار. On a plus besoin de normes. On a plus besoin de normes sur le plan de l'éthique et de la morale. ماناش محتاجين معايير سيفيني، لا من الأديان ولا من الفلاسفة ولا من المفكرين. ماناش محتاجين معايير. اليوم العلم هو اللي راه يحدد ما هي الحد الأدنى الضروري من الأخلاق. مثلا فكون نقول لك مثلا بعض الأخلاق اللي ضرورية لتطور المجتمعات: التعاون، الإيثار، العدل، لا جوستيس في المعامله. هذه ضروريه جدا، لانه بغير هذه تندثر المجتمعات، ما تستمرش، تصبح ما يشق في عندهاش قابليه للاستمرار، تنقرض. اذا هذه انا مانيش حاب نطول بزاف في هذه النقطه. اما بالنسبه لقضيه التطرف يا صديقي وهاب، التطرف ما لازمش نصدقوا الأمريكيين ثاني في كل ما يقولون، لأنه نحن أدرى بالإسلام وبتاريخ الإسلام منهم. إحنا رانا مختصين في هذا الباب، وحياتنا قاع ماشي غير حياتنا قاع، إحنا عايشنا. أنا كنت في الإخوان المسلمين، أنا من جماعة الإخوان المسلمين، تربيت عندهم، نعرف دواخلهم وأسرارهم.
الإخوان الجماعات المتطرفة والإسلام، جماعات الإسلام السياسي أو ما يسمى الجماعات الإحيائية والحركات الإحيائية، مشكلتها ليس التطرف العلماني، مشكلتها هي من قديم الزمان، لأنه كل ما يظهر اجتهاد جديد ويظهر فقيه جديد يأيد أمير جديد أو عسكري جديد يحمل السيف، إلا وتظهر نظرية جديدة وتوسع جديد. الخلافة الراشدة كانوا معها جماعة بالسيوف تحم يأيدوها، توسعت في العالم، خرجت يعني على ديبوردي سور لو موند ا دروات ا غوش. راحت الخلافة الراشدة، جات الدولة الأموية، كيف لقيت مجموعة من القبائل واللي يسميها العصبية ابن خلدون ايضا، او ابن خلدون على الاصح بضم الخاء، احنا ولفنا نقول ابن خلدون خطا شائع، هي اصح ابن خلدون بضم الخاء، ما علينا. دونك مجموعه ايضا قبائل عربيه، سواء القيسيين او القحطانيين او العدنانيين، القيسيه او اليمانيه، ايدوها، ايدوا الامويين، ايضا توسعوا، داروا امبراطوريه، سقطوا الامويين، زاد ظهر فقيه جديد يايد الدوله العباسيه اللي انطلقت من خراسان من ايران، وايضا بالرايات السود، ونداحت وانزاحت على العالم نفس الحكايه، بالقوه وبالسيف وبالقهر وبالتسلط وبكذا وكذا، بالاقصاء والتكفير والقتل لكل من يخالف الدوكسا ويخالف الخطاب الرسمي العباسي. قتل المئات من الفلاسفه والعلماء والصوفيه، ما نحسبوش يعني بلا حساب، قتلوا، والادباء والشعراء وخلي. اذا اخرهم شكون؟ محمد بن عبد الوهاب. ما كانش العلمانيه في وقت محمد بن عبد الوهاب، 1700 ما كانش كاين الضغط العلماني، ما كان حتى واحد، حتى مسلم ما يسمع بالعلمانيه في ذاك الوقت. محمد بن عبد الوهاب يكفي انه وين كان محمد عبد، كان مرمي، كان ضايع في الدرعيه، واحد الان بيتيت اوازيس في ضايعه في بين الصخور في 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 الجزيره، في شبه الجزيره العربيه، شكون كان يسمع به؟ ولكنه وجد اميرا يحمل سيفا، قدر يقنعه بالاجتهاد تاعو الجديد اللي مبني على المذهب الحنبلي واجتهادات ابن تيميه وابن القيم، قدر يقنعه امير الدرعيه، مشى معاه واعطاه الجيش نتاعو واسرى الحلف المقدس. وهكذا كلما عبر التاريخ حدث حلف مقدس بين الفقيه والسيف او بين الفقيه والامير، ينتج نتيجه انه تطرف، حركه جديده تطرفيه اقصائيه تكفيريه تكفر كل من يخالفها، وتنزاح وتنداح الديبورت سور لو موند، وتكتسح اراضي. انا نقول لكم حاجه بالكتم ماكمش منتبهين لها، محمد بن عبد الوهاب لولا ان القرارات الامميه هذاك الوقت تاع عصبه الامم وكذا، كانت سطرت ويستفاليا وكذا، مؤتمر ويستفاليا ويستفالي، كان خلاص، كان قرر مسألة ما يسمى الدولة الحديثة والحدود الحديثة للدولة إلى آخره. لو كان هذا كان ما كاش، لو كان الوهابية راه وصلت لإسبانيا، راه عاود بن عبد الوهاب فتح الأندلس وردها وهابية، وش بيكم انتم، راكم غلطين. بن عبد الوهاب اصلا هو الفقيه، كان 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 يلوم السلطان السعودي في ذاك الوقت، كان يلوم عليه، قالوا له علاش ما تديرش الجهاد، علاش اختلفوا معاه الوهابيين، ولهذا هما الدوله السعوديه ما كانتش قادره، لانه كاين اعتبارات دوليه ومجتمع الامم ومجتمع الدول، ما يقدروش من بعد يروحوا ابعد من هذاك الشيء. لذلك وقفوا الحركه تاع الحرب، ووقفوا ما يسمى بالجهاد والفتح والفتوحات في حدود معينه، وما راحوش بعيد. دونك هذا القضيه لا، طبيعه المنظومه الفقهيه هي اللي تسمح بوجود هذه الحركات التطرفيه، وما هوش الضغط تاع العلماني. الضغط صحيح، ربما الضغط هذاك عنده دور، اكيد عنده، لانه في مرحله معينه كان موجود، هذا لا ينكر، يعني انا لا انكر انه هذا موجود، ولكن هذا ليس العامل الاساسي وليس العامل الوحيد في هذا المساله. اذا احنا اليوم رانا حقيقه في مشكل حقيقي، عندنا مشكل، يعني لما واحد يكون باحث مثلا في المخبر تاعو وراه يدرس ويبحث ويقول انا عندي طريقه جديده علميه لفهم الدين، يا خويا اهلا وسهلا، اعطيني برنامج تفصيلي. المشكل اليوم المجتمعات تعاني من التطرف، تعاني من رام مفكرين يقتلون، فرج فوده، نجيب محفوظ،
بزاف يعني وقولي عليه محمد محمود طه في السودان، بزاف مفكرين قتلوا بسبب هذه الآراء نتاع هذه الحركات والفتاوى نتاعهم. إذن ومازال إلى اليوم، إذن نحن نعاني الحروب الداخلية، الإرهاب في التسعينيات سواء في الجزائر أو في سوريا أو في مصر أو في العراق أو في كل مكان، في السودان وغيره. إذن نحن نعاني من مشكل حقيقي. الآن مطلوب برامج تفصيلية تقنع المؤسسة الرسمية، بالتخلي عن التحجر نتاعها، وأنها تتراجع وتقبل بتجديد القراءة نتاع الدين، حتى نخرج من المشاكل اللي راهي تعانيها المجتمعات. هذا هو المطلوب. اوكي سعيد، وصلت الفكره. انا قبل ما نعاود نرد الكلام الوهاب، نعاود نلخص يعني السؤال بطريقه سهله. اوكي، توت لا كيسيون هي انه النظام هذا، النظام يعني الديني اللي هو اونتي فراجيل في النظره اللي عنده، راهي تنجر عنه ممارسات شويه عنيفه، ما عندها ولا علاقه بال يعني باريسونس داخل باش يبروتيجي روحه. نظام عنيف باش يبروتيجي روحه سي سي نيسيسير. المشكل بانه اليوم راهو عندنا واقع تاع عنف، رانا في دوامه تاع عنف ولا دوامه بوسيبل تاع عنف، انا حابين نخرج منها. Est-ce que comment en fait, voilà la question, c'est la question, c'est ce n'est pas parce que Dean il est parfait tel qu'il est, yani باش protéger et tout ça, que il est parfait sur tous les plans. راه كان التحجر هو جزء منه، وسي ني با باسكو واش هي الحاجه اللي تخلي يعني كيفاش نقدروا ريبونديو على هذه الاستشكالات اللي طرح سعيد جاب الخير، اللي هي الاستشكالات تاع الانسان عادي اللي راه نورمال. ولا الترخيص، وما تنساش الجواب السؤال اللي طرحته لك مقبل. عليك الكلمه وهاب، ما تنساش دير ديميوت. اوكي بون، الحاجه الاولى بالنسبه للمخطوطات، اوكي مخطوطات تستعمل طرق تجريبيه، حماش نهضروا على دراسه نصوص ولا عمر النصوص ولا المخطوطات تدرس هذا الشيء، نهضروا على دراسه الوظيفه تاع الدين. المخطوطات ما تدرسش الوظيفه سواء بطرق تجريبيه ولا ماشي تجريبيه، ما عنديش مشكل مع المخطوطات، وحتى هما يشوفوا بناء على يعني السرديه التاريخيه وبناء على دراسه المخطوطات وكاع كلش هادو انتغري في النظريات هادو. مخطوطات تستعمل طرق تجريبيه، اوكي ما كاينش مشكل، ماشي في هذه. بالنسبه اعطيني مشروع تجديد، كيفاش انا نقول لك بلي في الاوراق، ماشي ما بقى انا نقول لك في الاوراق تقول بلي ما يليقش نقربوا في الدين، وخاطرش الفهم تاعنا دروك راه فهم ناقص بزاف، الفهم هذا من منظور وظيفي، المنظور تاع كومبلكس ادابتيف سيستم، تقول لي اعطيني مشروع باش نجدد الدين. هو بروح اصلا يقول لك بلي هذه المحاولات تاع تجديد الدين تاع الريفورم هذه حاجه ما بناء على الفهم تاعنا الحالي ما حاجه خطيره واحتمال كبير باش تمد عكس توقعات تاع حاجه لك باغيها. ما تمشي تقول اعطيني مشروع واش فايده تاع واحدين يدرسوا الدين وحنا تاعنا الازهر ما يطبقش ولا الازهر ولا عكس كيما ما عندها واحد سامبلومون دراسه. رانا شفنا بلي انه كاين واحد الحاجه في الدراسه اللي ما عندهاش دراسه، ماهيش اون دير ديجا الا امبوتي لاغريسيفنس تاع الحركات العنيفه اللي خرجت من سقوط الخلافه، الا امبوتي المارسات العلمانيه alors que elle est dans l'histoire de la religion. On ne peut pas aussi ما تقلقش. حاجه الاولى ثاني اللي ابارامون في زوج ما فهمتوهاش، ما راش نقولوا التطرف تاع الدين جاي من الحركه العلمانيه، راني نقول لا صح لهذه الحاجه اللي خايف منها والمشكل اللي خايف منها في الجزائر والتطرف تاع الدين، عرف باللي الحملات العلمانيه قادره كنت تكون قويه بزاف قادره تمد التطرف الديني. هذا ما يعنيش، ركزوا في زوج مليح، هذا ما يعنيش باللي التطرف الديني جاي من الحملات العلمانيه. التطرف الديني كاين ولا ما كانش، من بعد هنا نروح نشوفوا نديروا معيار تاع نظام اخلاقي، لا كان مليح ولا ماشي مليح، لا كان النظام تاعي اخلاقي خير من تاعك وفيه تطرف، اوكي لكن تاعك فاشل كاع ولا ما فيش تطرف، اوكي يبقى النظام تاعي خير من تاعك بالرغم من وجود تطرف فيه. تما هنايا الا قلت لك ما عجبش التطرف، اوكي هذه غتولي مجرد استهجان شخصي، هذه حاجه زوجه. حاجه الاولى تاع انديطال المستقر، عندي ثاني سؤال جاب الخير ما شاف لي يجاوب عليه دروك ولا حتى من بعد. اسكو شاهدت حلقة احمد سامي وقريت الدراسات وفهمت طلعت عليهم فهمتهم؟ لا بغيت تجاوب دروك جاب الخير. وي بيان سور جي فيو تو، جي تو فيو لي 30 اور تابعت بدقه شديده بالورقه وستيلو.
تابعت النقاش شديدة كل ما طرحه، وبالمناسبة هو طرح لليان تاع كل الدراسات اللي يعني الدراسات هادو كاع قريتهم، واحمد سامي الله يسمح فينا ولكم يصلى اني وجدتني باش ندير معهم مناظرات، شو بلي في فيه مشاكل بين قوسين، وبلي ثاني ما برهنش بلي النظام الليبرالي مريح بين انا شوف انا بلي دير قفزات الوغ كو ثاني نجم كيما تقول شو عجب احمد سامي نجم ثاني نقول شوفوا كاين واحد اسمه كريم محايد دار ثاني قدم نظريه فلسفيه وبناء على الدراسات ودار حتى مناظره مع احمد سامي والناس تحكم بنفسها. بصح بغض النظر عن هذه انا كنت فاهم اي كلمه كانت تتقال في هذيك الفيديوهات، وصح حتى خطا في الكومونتير وسط عرف قال بلي واحد صح لي في الكومونتير خطا كان دايره، وبلي لا فهمت الدراسه نجم نتناقشوا تاع الحيوانات اسكو الاسس الاخلاقيه اللي كانت الحيوانات اسكو تنجم تطابق على الانسان ولا حنايا كبشر اللي قلنا حاجه اخرى بالاضافه على غرائز اللي فينا بالاضافه على الطريقه اللي تستعمل الحيوانات تاع الاطار المتبادل امور مثل هذه. نجم ندخلوا في الدومين التكنيك هذا نهضروا فيه ما كانت مشكل، نجم نقعد هنا حتى ثلاث سوايع زياده نهضروا غير فيها. اوكي بالنسبه لي منازل ما نحتاجوش الدين، وباللي الدروك سي بون ما نحتاجش الدين، وباللي الديناين داتر ولا الهدف تاع هذا الانظمه الاخلاقيه هي ان المجتمعات ما تنضطرش. هذا النقطه بالذات لا ماشي صحيحه، العكس هذه العكس اطلاق شغل عكس تماما تاع تاع الواقع. عندنا هنايا عندنا هنا هذه ثاني دراسه كاينه في 2003، هذه بالمناسبه شغل هذه الدراسه اللي اول دراسه اهم دراسه تجريبيه كين دارت شغل كي بانوا نتائج لهذه الدراسه التجريبيه تغير المجال العلمي كاع. هذه صارت في 2003 وبسبب هذه تغير كاع المجال العلمي. عندك هنايا مقارنه بين يعني واحد العفسه اسمها كوستي سيجنال، تما تكاليف اللي تفرض على المجتمعات باسم الدين ولا باسم حاجه غير دينيه والاستدامه تاع المجتمعات. عندنا هذه الاعمده هنايا السوداء الكحله تاع الانظمه الدينيه، عند الاعمده هذه البيضاء تاع الانظمه الدينيه. الانظمه الدينيه فيها بعض التكاليف كما الصوم كما المحرمات كما الصلاح، حنا يبان لنا باللي محرمات بصح ما فيهمش فائده. هما شافوا باللي الانظمه الدينيه تستمر اكثر، هذه درسوها على مدى 200 عام، تستمر اكثر من الانظمه اللادينيه الدينيه كحله ولا دينيه بيضاء. وكل ما تزيد التكاليف تاع الانظمه الدينيه يزيد الاستمرار تاع الانظمه الدينيه مقابل الانظمه العلمانيه كما تشوفوا هنا العمود هذا قل. ثم لاحظنا على انديه المجتمعات الانظمه العلمانيه السيكولر راينا يا بيضاء هي اللي راهي في المشكله تاع الانقراض، المشكله تاع الانديتار. ثم هنا يكون شوفوا هنا اصبر دقيقه، هنا عندنا ريليجيوس هنا كاين 30 مجتمع كوميونز هذو في الولايات المتحده الامريكيه. شوفوا هنا كان استمر من 3 سنوات الى 125 سنه مقابل سيكولر اللي استمر من 0 سنه الى 40 سنه الى حد اقصى. ثم لم دينا الحجه تاع الانديتار المجتمعات ماشي الدين هو اللي خاصه يتبدل، انما الدين راه مستمر دروك، وانما النظام العلماني هو اللي راه يشوف اللي عنده اخطاء اللي يصلحها باش قادر ينافس الانظمه الدينيه. الحجه ماشي فقط الحجه اللي السؤال الذي طرحه ليست لا هو لا صبر، هو قال انديتار، قال الانظمه الدينيه راهي تنضطر، لكن يقصد حاجه اخرى تنضطر. اوكي حاجه اخرى، نقطه ثانيه اخرى. اوكي ما قلنا بلي التطرف ماشي ما قلناش بسبب غير العلمانيه، ولكن العلمانيه لكن صح المشكل تاعنا مع التطرف تما يعني الحملات العلمانيه قادر تكون بسبب من هذه. هل نحتاج للدين ولا ما نحتاجش؟ ثاني بناء على معيار استقرار المجتمعات مازال نحتاج الدين، والانظمه العلمانيه هي اللي راهي في المشكل، هي اللي تعدل على نفسها ماشي العكس. هذا شو ظهر تبان لي اعطيني مشروع تجديد ثاني ماشي انا اللي مشروع تجديد خاطرش ما نش نشوفوا اصلا باللي كاين مشكل في الدين. مشكل دروك شفنا باللي قادر يكون في عيوب، بصح كي نهضروا الحاجه نقارنوا بين النظام العلماني ونظام تدين. النظام العلماني هو راه في مشكل قبل النظام العلماني، تما انا اللي قادر نقول لك حتى من تسقموا نظام علماني قادر يحافظ على الاستمرار، تما تجيبه وانت قد النظام الدين تاعي. ما عدا هذا كل واحد يدير في بلاده كما يبغي، كل واحد يشوف المجتمع تاعه والحاجه اللي تساعد على الاستمرار تاع المجتمع تاعه. هذه هي النقاط بصفه عامه. اوكي جو بونس كو وهاب الان انا نعاود برك لخص للساده المستمعين والمستمعات. سعيد جاب الخير هو انسان يعني هو من الناس اللي راهم اون فادير مهتمين كيفاش نقدروا نصلحوا الواقع تاع الواقع الديني، باسكو كاين ممارسات ماشي شابه كيما العنف الاخر توسا.
وهاب من جهة أخرى يقول بليك الممارسات هذو كومبلي هذا التكاليف هذا الكلفة التي تدفعها المجتمعات الدينية هي كلفة ضرورية لأن بهذا النظام نقدر نضمن أن المجتمع يبقى أكثر من مجتمع مع عنده دين وهذه حقيقة يعني وهذه مثبتة علميا الآن باش ناس يفهموا إليا دو كما يقولوا كاين كما يقولوا كاين زوج حاجات راهم مختلفين كل واحد راه يسعي يجاوب عليهم كيفاش نسقم لا كاليتي تاع لا في كي تا نريسكي اني نخرب في الدين ومن جهه واحده اخرى يقول لك وشنو هي الحاجه اللي تضمنني اني نبقى كمجتمع لمده اطول كي تا نخلص تو سكي نو با يعني التطرف الصوم التكاليف و تسا دونك سو سون دو سوسي ديفيرون كل واحد عنده حاجه هاجس راه يحوس يصلحو سعيد نعاود نرد لك الكلمه اوكي يا وهاب يا وهاب نعلم بليس كما نقولوا حنا في الجزائر يا وهاب كيفاش نصوص دينيه بفهم معين انتجت 300 الف قتيل في الجزائر تقول لي ما عنديش مشكل مع الدين ما لازمش نخرب فيه اك مليح مع روحك وهاب كيفاش نصوص بفهم معين أنتجت لنا في العشرية تاع التسعينيات 300 ألف قتيل 200 أو 250 أو 200 ألف في الأرقام سعيد نوتيليز باس لا 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 سعيد أو يقول لك بليك باسكو خربنا في الدين كو الدين رياجا كوم سا صح ما نخربوش فيه ما معنى ذلك ما معنى أننا ما نخربوش في الدين وش معناه يعني هل معنى ذلك أنه ممنوع لنا نفهم النص كيفاش ما تخربش في الدين واش معناتها العباره اصلا واش معناها ما تخربش فيه النص راه اصلا النص يقول لك تبيانا لكل شيء وخرج منه 300 الف فهم من القرن الاول الهجري ومازالت الفهوم تخرج والبيانات تخرج اون اون با فيني اي اون اي با سورتي دو لوبرج كيفاش تقول لي ما تخرب واش معناها ما نخربش واش معناها ما معنى ما نخربش الخلافه المشروع الخلافه الراشده بعده العباسيين وهابي ريبوندي باسكو جو بونس كو سي تري امبورطون واش معناتها وهاب كي تقول ما نخربش راك ميوت ما نخربش تنزع نصوص تبدل على هواك تقلع ايات تشوفها بلي نتايا ضاره قلت لك بلي قادر ايه مثلا نقولوا ايه السيف نقولوا ايه السيف هي تحرض مثلا على الجهاد ولا انت في رايك بلي هذه غادي كون نقلعوها الناس غادي تولي اقل تطرفا انا نقول لك بلي بناء على الفهم تاعنا تاع الدين كاين عندها اسمها سيستيميك بروبليم معناتها كي تجي تدير حاجه تحوز بها تنقص بها تطرف حاجه اللي قادر تصير على ارض الواقع هي تطرف يزيد الايات ماشي حاجه غير هكا كاينه راهي في فوق روب هكا فوق لوجيسيال طابي دي دوني تاكتيفا تقلعها ما تاكتيفاش لا النص ما غاديش تقلعه اليوم يجي واحدين من 20 عام يقول لك هذا النص كان كاين جا واحدين قلعوه ما غاديش شغل ينسخط من على وجه الارض مثلا يقولوا سي بون الناس ما عندوش في الذاكره تاعهم بلي هذاك النص كان موجود ثم نقول لك حملات كيما هذه بالساذجه اللي كان دروك لا قادر تمد لنا التطرف هذه هي من بعد اسمعني دقيقه اسكو نقولوا بلي الدين كيما دروك راه مليح وما يليقش نخربوا فيه كاع هنا نشوفوا الدين كيفاش يتأقلم وحده في ميكانيزم كيما ديك الشيما اللي وريته يتأقلم على حسب فيه انبوت واوتبوت يتأقلم على حسب الوضع اللي راه فيه من بعد التاثير تاع النصوص اللي يكون كاين يتأقلم قادر يكون كاين نص موجود بصح التطبيق تاع الارض الواقع يتاثر هنايا كاين بزاف مانيش نقول بلي انت دير هذه بصح كاين بزاف واحدين موحدين ولا الذين متطرفين يقول لهم لا راكم تنافقوا راكم تختاروا ولا تعوجوا في المفهوم تاع النصوص ولا بصح هادي كي شوفوها باللي كي يديروها الدينيين صح كي يكونوا يامنوا كي يكونوا ثاني كي نعرفوا ان كونشورسنس معناتها البروسيس تاع التعقل تاع الدين يحدث من طرف اللي داخلين في الدين الا تكونوا مؤمنين على بها بزاف ناس يسقسوك يقولوا لك انت مؤمن يقول لي واش باش تامن على بها السؤال يهبلوا به المسلمين خاطرش علاش خاطرش هم على بالهمش ولا على الاقل في الدراسات تقول باللي الناس اللي يكونوا مؤمنين بالدين حقا وكي يجوا يفسروا التفسير هذاك التفسير غادي تاعهم يتبدل لا بغا يكون ماشي متوافق مع التفسيرات اللي كانت كاينه بكري بصح هذاك اللي غادي يستخدم حتى اصول الفقه وكاع يعني المعايير الموضوعيه ويخرج تفسير جديد وصح مؤمن بلي هذا هو التفسير اللي كاين وهذا التفسير اللي قادر يكون متاقلم مع الوقت اللي رانا فيه هذه كاع كاينه كاين واحد في الورقه اللي نديرها تاع بيدن بروفيل سيستم كاين واحد الكونسيبت سمو انكونشونسنس يقول لك بلي الناس اللي يصرا لهم بروسيس هذا تاع التعقلم تاع الدين مع الوقت الحاضر تاع الجديد يصرا بطريقه لا واعيه ويليق يصرا من الناس اللي حقا يكونوا مؤمنين بهذا الدين على بها الناس غير هكا اللي ماشي عاجبهم الدين لانهم ما يامنوش به
هادو قادر يكونوا خطر على السيستم هذا اوكي وعلى التعقل بعدين. معناتها وهاب اي محاوله باش كما يقولوا بال يعني حمله منسقه من طرف مجموعه من مثلا نقولوا سواء مفكرين ولا سواء مؤسسات سياسيه ولا مؤسسات تاع بروباغندا باش نقولوا بليك مثلا اي تسيف ماشي اي حاجه مليحه اي توسا بور توا فا مش بور توا مي سولون ليتود اللي راك تباز عليها هذا الطريقه تاع التعامل مع الدين ولا محاولة إعادة فهمه بهذه الطريقة ولا تنفرسيه الآية باش الآخر تقول بليك فيها ريسك وعلاش لأنه قادر يجي ناس من بعد يقول لك هذه الآية كانت تكزيستي بهذا الفهم وهذا الفهم هو صحيح بس هذا هو القديم يعني كما كان بما أنه يعني الفهم اللي هذا وجد يوما ما لا probability أننا نعود نولي وليه أن أطر جور بتاتر دون فيتور كينا من بعد شيء صار مثلا نفترض حكمنا آية السيف نحيناها قلنا هذه تحط على التطرف وهيبه ما تقدرش نحي آية مستحيل نقدر نحو آية مثال اوكي اصبر نحكم احد البخاري اكم غارقين في فنجان اكم غارقين في زوج اصبر روح خلينا نفهم هذه الفكره خلينا من القران اوكي القران نقولوا نحكم احد البخاري نحو بعض الاحاديث اوكي غدوة كانت عفصة مهمة بزاف اسمها existential security معناتها الناس كيكونوا عايشين هاي هنا يحسوا بروحهم في بعض الأحيان باللي راهم عايشين مليح ماهوش في خاطر في بعض الأحيان أخرى تصير أزمة اقتصادية تكون في حرب تصير هكا مشكلة أي مشكلة هكا سياسية قادر يكون كاين ولا الناس بدات ولا حتى الأمراض كاين الأمراض اللي تنتشر كما دروك في الكوفيد وكاع قادر حتى هذه تكون تأثير حتى عندها تأثير على منطقة في الدماغ عندها علاقة بالإحساس بالشعور بالامتعاض هذا عندها تأثير كبير على التطرف الديني والصالح كان عشان تصرى اسمه existential security كي تنقص شي يصرى الناس بدي يخاموا اوكي هنا تصرى فيدباك هنا عندنا الجهة هذه هنا عندنا الحمراء positive feedback حاجة إيجابية هنا عندنا failed feedback هنا حاجة زرقاء هذه يقولك يقول اوكي علاش دعوة ماش تمشى كما أنا باين اوكي يجي يشوفوا شو يصرى يقولك راه صار كيما هكا خاطرش مثلا حرفنا الدين خرجنا على الطريق ولا صرا كيما هكا خاطرش ما نتبعوا شرع الله ولا خارج كيما هكا خاطرش النساء راهم يديروا كما يبغوا مثلا ولا شي صرا هنا يصرى جوج صوالح يا اما النظام تاع الدين يموت ريليجيوس سيستم دايز ولا ريفايفل هنا اعاده احياء ولا ريفيتاليزيشن هنا نسميها هذه العفسه قادر هنا كي يعاود الدين يتجدد ماشي بالمعنى انه يولي مليح يتجدد قادر يمدلك تطرف تما هذه شي معناتها اوكي شغل لا كان انهيار اقتصادي ولا كان امراض ولا حروب ولا سبب ماشي هو تاع الناس اللي خربوا في الايات ولا خربوا في الاحاديث بصح الناس يتخلي الصالح يخمو كي بنيادم هذوك المسلمين المتدينين يخمو كيما هكا هي هذه يقول لك شي حاجه ماش ديوها نيشان من تماك تصرا هنايا يمد لك فيدباك كيكون هنايا فيل يمد لك قادر يمد لك تطرف ديني ويمد لك ويمد لك هنايا في الاوتبوت يمد لك سوشيال نورمز يعني أسس هكا أخلاقية يعيشوا بها جديدة قادر هذه الأسس الأخلاقية تكون فيها تكاليف بزاف هنا هذا هو التعريف على التطرف كي يكونوا كاينين تكاليف بزاف وصلت الفكرة يعني سعيد باش يقول لك وهاب هنايا وهذه يعني قدرنا نفيريفيوها بالتجارب اللي يقول لك إذا حوسنا اليوم نديروا من ريفورم لكل ما هو يعني نسيو نجفوا منابع العنف منابع الإرهاب منابع tout ce qui on le voit comme négatif في الدين اليوم ولا في القراءة تاع الدين اليوم أي محاولة يعني ما تكونش طبيعية محاولة طبيعية واش معناتها يلزم الوقت يدي وقته أي محاولة تكون إنيسي واش قادرة دير قادرة بالك تبدل المفهوم في الحاضر يعني بالك لو كان هكذا مجموعة من المفكرين كما الناس في عصر الأنوار قدروا يجفوا منابع التطرف الكنيسة يتوسى قدروا يديروا في الحاضر هذاك واش راه يقول وهيب على حساب النتائج تاع الدراسة هذه هي أنه بالك في الفيتشر يعني في المستقبل إذا صرات سكون أبل إنكريس إكزيستنسيال الجماعة هذيك واش يصرى اوتوماتيكمون عوده لي سورس تاع 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 العنف ولا تو سكي اي تي انولي بار ان افور انتيليكتويل سي ني با كاريمون فو باسكو اون فوا ان روتور ديكستريم دروات اون لو فوا توجور العوده لهذا لي تيز لي ا مومون دوني سكون اون غرو ولا في التاريخ سكون ابل لو ريفيزيونيزم يعني اي محاوله
تعاود ترجع يعني سكون ا بي انيونتير نعاودو نرجعوه هنا نكونو في كريس اكزيستانسيال. وبالنسبه لوهيب اذا فهمت بيان يقدر يكوريجيني، هذا هو الحاجه اللي نقولو راك خربت في الدين. دونك هذا هو الارغيومون. يا صديقي العزيز، يا صديقي، اصلا الاسلام تاريخنا حنايا من بدايه الاسلام المسلمين عده مرات الغوا نصوص ورجعوها للقران عده مرات، كاين نصوص عده نصوص الغيت. هما اصلا الجيل الاول خربوا، الجيل الاول خرب. واش راك تقول لي الجيل الاول؟ وراي آية المتعه اي مجمده في المصحف لا يعمل بها، علاش ما يعملوش آية؟ قول لي سوره النساء آية المتعة، وفما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، علاش لا يعمل بها اليوم؟ علاش راهي مجمدة؟ نزيد لك، عمر بن الخطاب علاش جمد العمل بآية المؤلفة قلوبهم؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. واش قال لهم عمر بن الخطاب؟ قال لهم ما نحتاجهمش هذو، كنا هذو المؤلفة قلوبهم كنا نحتاجهم، كي قال الإسلام ضعيف، اليوم الإسلام قوي، ما نحتاجوش. فواش دار؟ جمد العمل بالآية هذه. زيد، هناك آية الرجم، عمر بن الخطاب في صحيح البخاري يقول آية الرجم كانت موجودة في المصحف، الآن ماهيش موجودة، ما عندناش آية الرجم، عندنا غير الجلد. علاش نحاوها إذن هما خربوا، هما أصلا خربوا. كاين نصوص هذه بلا ما نهضر على ما يسميه النولديكي القرآن المفقود اللي هضرنا عليه، وهي مئات الآيات رانا هضرين عليه بالتفصيل في السلسلة التاريخانية، بلا ما نهضروا على حكاية قضية القرآن المفقود، نهضروا غير على المصحف الحالي، المصحف الموجود حاليا. عدة نصوص جمد العمل بها، وأصلا النص نفسه يقول لك أنها خربت في روحي، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ هو يقول لك أنا راني نبدل ونغير على حسب الظروف، وهذه هي التاريخانيه، هذه هي الاستوريسيتي معناه باللي الدين جوستمو هو يخرب في روحه باش يتاقلم، مش ما يستناكش حتى تخرب فيه. الدين هو نفسه يخرب في روحه باش يتاقلم مع الظروف الجديده، والا ما يقدرش يبلوكي، ما يقدرش يستجيب للاسئله الجديده والحاجات الجديده والظروف الجديده. في مده 23 سنه القران تاقلم وجدد روحه وخرب في روحه عده مرات. اي المتعه كانت حلال ثم حرمت ثم أحلت ثم حرمت ثم أحلت، كاين بزاف يعني امتثالات ومحرمات في الدين الإسلامي أحلت وحرمت عدة مرات في حياة الرسول نفسه، في حياة الرسول نفسه أحلت ومنعت عدة مرات، ومنها مثلا قضية المتعة، بزاف ممارسات. إذن هو الدين في نفسه، هو النص نفسه والدين نفسه خرب في نفسه وغير من نفسه باش يتأقلم مع الظروف الجديدة. دونك هنا هذه من جهة، من جهة أخرى ذكي لكان أنا ندي أوكي يا سيدي، حتى ولو فرضا ندي معايير أخلاقية من الأديان، هاي الأديان تتناقض في معاييرها الأخلاقية. الزرادشتية تحلل زنا المحارم والإسلام يحرمه واليهودية تحرمه والمسيحية تحرمه، الزرادشتية تشوفها عادية في ديانة زرادشت، وهي بالمناسبة زرادشت هو أول موحد، ديانة توحيدية فيها الصلاة فيها الوضوء خمس مرات في اليوم وفيها قل هو الله أحد وفيها بزاف حاجات. تقرأوا الأفيستا الكتاب المقدس تاع الزرادشتيات تلقاو هذا الأشياء، فيها بزاف مشتركات مع الإسلام، ومع ذلك كانت تحل زنا المحارم. ما تشوفوش أصلا زنا، تشوفوا علاقة عادية. مثلا اليهود يقول لك الربا محرم، ولكن مع اليهودي، أما مع غير اليهودي فهو حلال. في الإسلام الربا محرم على مع كل الناس. المعيار هنا كاين تناقض في المعايير، من دين إلى دين تلقى تناقض في المعايير. مثلا في الهندوسية الموتى يحرقهم، وفي الإسلام وفي الديانات التوحيدية الثلاث يدفنون، يعود سوكي بوسيير غوفيان على بوسيير، يعود يرجع للأرض. يعني كاين بزاف حاجات في المعايير، في معيار النظر للاخلاق ومعيار النظر للانسان ومعيار النظر لاشياء كثيره يتناقض من دوايه يختلف من دين الى دين. اذا هنا ثاني تنطرح اشكاليه المعيار، انا كيفاش نعرف باللي المعيار الزرادشتي هو الاصح ولا المعيار؟ لان الاخر ثاني يقول لك انا وحي،
انا عندي هو يؤمن زرادشتي يؤمن بان زرادشت اوحي اليه وجه الوحي والملك وكذا نفس القضيه في الوحي تاع موسى في التوراه والوحي تاع مثلا الوحي تاعنا مثلا القران تاعنا ايضا وحي والمسلمين كلهم يتفقوا في انه وحي وانه هو الصحيح وهو الاصح نفس الشيء مثلا بالنسبه للفيدا كتب الهند المقدسه والكتاب باردون وصلت الفكره اذا ممكن فوالا دونك اذا بالمناسبه انا ما قلتش باش ندقق باش ما بون با بو يعني نو فات با دير سكو جني با دي باش ما يجوش الناس يقولوا او قال انا ما قلتش ما نحتاجوش الدين قلت ما نحتاجوش اديان تملي على البشر معايير في الاخلاق لانه اليوم الاخلاق راهي مقرره تجريبيا في العلم الحد الادنى الضروري الاخلاقي اللي هو ضروري لاستمرار هنا كاين واحد النقطه ماكش فاهمها عند الاستمرار المجتمعات راه موجود في العلم سعيد لا نحتاج فيه معايير اخلاقيه سعيد هنا كاين هنا واحد الحاجه جو بونس كو كاين ان مالونتوندو بينك وبين وهيبو الهضره هو يقر راكم تقرون نفس الشيء ولكن هو واش راه يقول الحد الادنى هذا الحد الادنى تاع الاخلاق هذا الحد الادنى اللي يقدر عليه واللي نشوفوه بزاف في المجتمعات تاع الحداثه وما بعد الحداثه اللي هو يركز على معيارين الاخلاق الانظمه الاخلاقيه نقدر نبنيوها على عده لبنات تقدر تبنيها غير بالياجور ولا الياجور والسيمان بصح تقدر تبني فيها بزاف كاين خمس معايير اساسيه خمس لبنات اساسيه الأنظمة اللي يقتدر عليها هي الحد الأدنى هذاك هو الهار والآخر هادو كي تمشي بالحد الأدنى كي تمشي بالسميك تاع لي فونداسيون تاع الأخلاق المجتمع تاعك ما يمشيش ما يافونسيش ما عندوش نفس الدرجة أنه يبقى في التاريخ الأنظمة الدينية تبني الأخلاق بهذوك الزوج بصح ما تركزش عليهم غير الضوء ما يحشي يكونوا دائما غير الآخر تبني الأخلاق على خمس لبنات ديفيرونت وتأدي مالغري كاع الكلفه هي التطرف لا خصمي وهذه حاجه كما يقولوا نون نيغوسيابل واش يقولوا هيبو مالغري اون باي لا فاكتور تاع تو سكي ني با ديزيرابل في الانظمه هذه ولكن الانظمه الاخلاقيه الدينيه اللي مبنيه على خمس لبنات مختلفه ماشي غير الحد الادنى تؤدي الى بقاء مجتمعات لمده اطول هذا هو لا ديفيرونس بيناتكم فقط مدة اطول او اقصر هذه مساله نسبيه هذه تبقى مساله نسبيه تقعد نسبيه لا طبعا مش مساله نسبيه يقعد امر نسبي لانه الدراسات في هذا المجال تتطور باستمرار وتقعد لا. مسألة نسبية لا مش نسبية سعيد المسألة هذه نسبية مادام مبنية على بحث ميداني وما هيش مسألة وي داخل الموديل هذا داخل في النسبية داخل الموديل لا نصبر لا إيطابلي يعني علي أذوك جوفي أتخي بو ميشان نو أتندي هل هذا الذي اللي راه يقال مثلا في النظريه هذه هل هو ثابت بدرجه لا تيوري دو ليفولوسيون باغ اكزومبل ولا لا تيوري دو لا غرافيتاسيون يونيفرسال ثابت بهذه الدرجه بالثبوت بهذه الدرجه ما نظنش يعني قال نسبي خلي وهيب يجاوب شوف بون تما غادي نخلي هذوك النقاط من بعد نجاوب قبل على السؤال شوف كي نبغى نعرفوا الحاجة باللي رانا نكون متأكدين منها ولا عندنا غير نتائج هكا أولية كان عارف نجمو نستعملوها اللي يخدموا العلم التجريبي يعرفوها مثلا كنت تقول لي أنا حاجة نبغي نعرفها لا كاين هاد التليفون اسكو كاين ولا ما كانش أوكي كون نشوفه نقول أوكي كاين بصح ما نكونش بزاف سير كون نشوفه ونتوشيه تما نكون متأكد أكثر من الواحد اللي غير يشوفه وما يتوشيش كون نشوفه وتوشيه ونسمعه تما هذا تكون متأكد أكثر بلي التليفون هذا صح إكزيستي بالنسبة للعلوم التجريبية تاني كيف عندنا الدراسة الأولى هذيك أنتروبولوجية تفسر عند طريقة تجريبية دارت ديتا وشافت اختبرت إمبيريكال إيفيدنس عمام الواقع سوى تيست أوف ذا كوستي سيجنال هايبوثيسيس شافوا على أرض الواقع في الأمريكان في سنة 1800 حتى 2000 شافوا بلي الكوميونز يعني المجتمعات اللي عندها
الشرائع اللي متعلقه بالدين، كاين مجتمعات اخرى اللي عندها قاعده تكون عندها نفس الشرائع بصح ماشي متعلقه بالدين، ماشي متعلقه بالاله، ماشي متعلقه بالمقدس، تكون عندها حدود قليله بزاف في الـ في, الـ في الاستمرار. دروك هما ديجا بشر حوسوا على هذه، راحوا في العلماء تاع الايثنوغرافرز وتاع التاريخ التطوري تاع المجتمعات وكاع، شافوا كاين سؤال كان يقول لك علاش كاين، كان يقول كاين واحد الديبا واحد بكري تاع شكون جا الاول، ذا تمبل اور ذا سيتي، تما المدينه جات قبل ولا المعبد. شافوا كاين واحد الدراسه شافوا باللي كاين وحدين عندهم معبد قبل السيتي، الوغ كو حاجه نكشفوا من منظور نفعي، حاجه اللي تكون كاينه هي الاولى هي ذا سيتي. بعدا اش قال لك؟ قال لك علاش لا سيتي ما جات، على المدينه ما جات حتى جا المعبد، حتى من الناس تلايموا باش يعبدوا اله، ماشي مجرد اله وصايب، اله مورالايزينغ غود، اله هذاك اللي يفرض عليك شنو دير وشنو ما ديرش، يقول لك شغل يدخل يفرض قيم اخلاقيه على البشر. تماك عاده جات المجتمعات. كاين حاجه انا اسمح لي وهيب، كاين حاجه تري امبورطونت هنا، المعبد جاء بعد ما ولا كاين كاهن، ما كانش معبد معابد للاديان قبل ما يدخلوا الوسطاء. كان الدين أوكي. حر قديما، ارجع دين الانسان تاع فراس السواح. نعم. هو مختص في المجال يهضر بالتفصيل على المجال، على المساله. أوكي. بتاع. المعابد ولات بعد ما تدخلت الكهنه في التدين، لما ولا وسيط لو شامان، كي ولا كاين لو شامان ثم باش ولا ولات كان المعابد. دونك لا سيتي سبقت المعبد، لا سيتي سبقت المعبد. لا شوف مش المعبد اللي سبق لا سيتي، شوي ديزولي اصبر. في البحوث الاخيره قلت لك كان كاين هذا الديبا، كانوا حاسبين كما تقول في 2013 هذاك الكتاب تاع بيغوز اللي كان كاين في الفيديو هذاك، هذا كتاب من اوكسفورد دايره كاتبينه ماشي غير عالم واحد، ماشي راي تاع شخص، كاتبينه اكثر من 15 من عالم ومراجعينه ناس اخرين. هذا الكتاب مراجع بالاقران تما بير ريفيود، يقول لك بلي كان كاين ديبا تاع شكون جا الاول، ذا تمبل اور ذا سيتي، كاين واحد الشابيتر سموه فيرست ذا تمبل ذن ذا سيتي، هذه حاجه الاولى. من بعد كاين الكهنه وكاع هذو كاينين في ذا بيلدين بلوكس اللي يشوفهم هنا. هذه تفسرنا علاش كاع الحضارات على مستوى التاريخ تاع الانسان كاع كان عندهم دين، وكاع كاين حتى دروك مازال كاين قبائل صار عندهم ديانات، بصح كيما راك تقول ديانات تركز اكثر على الجانب الروحي وكاع، علاش؟ لقيت عندهم تقارب جيني، ما يحتاجوش هذاك الدين اللي دخل روحه في حياه الانسان ويقول لك هذه حرام الاخر، علاش؟ خاطرش من بعد كي تقبل المجتمعات كي تفوت هذاك العدد تاع حوالي 250 بنادم، الناس تتعامل مع بنادم ما تعرفهمش، تما قادر دوك نخرج برا واحد قادر نحشيها لا نخونه ولا ما نزيدش نبان ما فيقولش اوكي دارو كاين الكاميرات كاين لابوليس ولا بالك، بصح في واحد الوقت ما كانش كاين. من بعد كي جات الدين، حتى مي جات الدين عاد باش وصلت لما يسمى باللارج سكيل سوسايتيز، المجتمعات الكبرى، تما هذه كاينه في الراي لكن دروك هذا هو. هذه تفسرنا علاش اغلب المجتمعات 99% من المجتمعات كاع عندهم مورالايزينغ غودز ولا بيغ غودز ولا كان يقولهم وورد ريليجنس، وعلاش مقبل ما كانش كاين؟ كنا عايشين حوالي 290-270 ألف عام، كنا في مجتمعات صغار. يقول لك علاش غير في الجزء الصغير هذا تاع 30 ألف عام ولا 20 ألف عام التالي اللي من بعد انتقلنا ومن بعد ولينا كاين عندها علاقة بالزراعة وهاد الصوالح، تما هاد القضية دروك الاتجاه العلمي راه في هذه، بل الديانات ساهمت في هذه. دروك كان عفسه درتها مش عارف، لا مش باغي نقول مغالطه، خاطر مش كي نقول مغالطه بالك تحسبني نقصد بلي درتها بالعاني، بصح انا مانيش نقول بلي اوكي قبل هذه اوكي. كي قبل هضرت على التطرف قلت لي التطرف كان دائما كاين، ماشي غير في الوقت تاع العلمانيه، ماشي غير من جهه العلمانيه جات التطرف، ومن بعد كي يربط لك التطرف بلي يخدموا في النصوص، قلت لي بصح ما بكري يخدموا في النصوص، تما لا كانوا بكري يخدموا في النصوص من بكري كاين تطرف، بالك كاين هذه علاقه بين هذو زوج، تما ما تنجمش تقول كي نقول التطرف تقول التطرف من بكري كاين، من بعد ما عندهاش علاقه بالناس تعدل على النصوص، من بعد كي يقول لك عدل على النصوص تقول لي بصح اصلا من بكري عدل على النصوص، تما هذه الحاجه الاولى. يا وهاب المشكله انه اذا كان اللي كتبوا النص انا جاي في زمن الخليفه الثالث تاعهم التطرف هكذا ما عندكش كاع دين، يولي ما عندكش دين اصلا، لا الدين يبطل يسقط اصلا. الى تتهم مجموعه عثمان اللي كتبت المصحف بالتطرف هنا لانها خربت في الايات، نحت ايات وزادت ايات، انا نربطها بالتعديل على النصوص، في مشكل كبير ان الدين يسقط من اساس من جذوره. انا نربطها بالتعديل على النصوص، قلت لك انا مدير. نعم هم الاولين، ما هم اللي كتبوا المصحف، هم الاولين. ركز معايا مانيش ننكر فيها هذه، على بالي بلي بزاف ايات تبدل في العلوم تاع المخطوطات تبين هذه، بصح قاره ماش نهضر عليه، انت كتهضر على حاجه ماشي نقول، انا ماش نقول ما تبدلتش، هذه قلتها لك كاع من قبل، بلي قلت حتى كي تتبدل، الى تتبدل من الناس اللي امنوا بهذا الدين
صح، لا كانت قلت لك غير بين لك التناقض في الحجه تاعك اللي كانت كاينه مع الفكره الاولى، خاطر كي قلت التطرف قلت لي لا التطرف ما يبغيش غير العلمانيه، دابا كي قلت لك يخربوا في النص قلت لي اصلا بكري يخربوا، انا نقول لك غنبين التناقض في الحجه تاعك الاولى، مانيش ننكر باللي النصوص تبدل، مانيش ننكر باللي المفعول تاع النصوص يتبدل، كاين امثله كيما اللي درتها تاع عيبو خلاص نكمل الفكره تاعي باش نسمع مليح. ما نشوف نقول في هذه اصلا كاع هذا المنظور تاع تطور الاديان، يشوفوا التطور تاع الدين من منظور دارويني، بينت لك الدراسه تاع سيكريت تكست از كولتور جينوم، قلت لك بلي نفس النص قد يكون عنده مفعول مختلف، مثلا كي يشوف النص تاع زواج متعاود كاع دروك في مجتمعات راه كاين، في مجتمعات ما كاش، معناتها نفس النص هنا عندها مفعول وهنا ما عندها مفعول، تنجم تشوفها على اساس جين معطل، ثاني نصوص قادر تتحدث قادر ما تتحدثش، ثاني هذه بالمنظور الدارويني كما الجينات، كيسمع كما الانتقاء الطبيعي قادر يختار جينات وقادر ما يختارش جينات اخرى. دروك حاجه اللي نحضر منها اني نقول لك بلي لا القضيه لا 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 وهاب القضيه مش هاد بالبساطه اللي تقول فيها، نص المتعه، نص المتعه ليس انه مفعل في مجتمع وغير مثلا مفعل عند الشيعه وغير مفعل عند السنه، لا السنه يقولوا بلي اللي يزيد من زواج متعه هو ولد زنا اخلاقيا، ماهوش ابن شرعي، ماهوش طفل شرعي، هما السنه اهل السنه ينفيوا شرعيه الاطفال اللي يزيدوا من علاقات المتعه، هذه لازم تفهمها مليح، لانه يلغيوا المفعول الاخلاقي تماما نتاع الايه، ماهوش فقط يمنعوا تطبيقها، يرجعوه ممارسه تطبيقها يرجعوه لا اخلاقي، يرجعوه مناقض للاخلاق وعلى شك تشوف بلي هذه حاجه شغل متناقضه مع الاولى، كي يرجعوا لا اخلاقي تما الجين راه غير مفعل ولا النص راه غير مفعل عادي، انت هنا كنفترض بلي لا الا غنقولوا بلي بكري كان كاين ونقولوا بلي دروك ما يسحقوش بصح ماشي اخلاقي بصح ما يسحقوش، لا الا يقولوا ماشي بالضروره بصح قادر يقولوا وهذا النص ما كاش منه ولا دروك ولا راه اخلاقي ولا هادو غير كذبوا الشيعه ما فاهمين مليح ولا، وهذه اذا اذا نخربوا ما نخربوا في الدين، ما تقوليش ما نخربوش في الدين، نخربوا في الدين لان من القرن الاول وحنا نخربوا ومازلنا نخربوا اوني با سورتي دو لوبرج، قاطعتني بزاف تعاود تقول كلمه نخربوا، خليني نكمل اسمع مليح ركز في هذه ما تقاطعش، شوف كلمة تخربوا مديت لك شكون يخربوا، اللي يخربوا اللي صح يكون مؤمنين بهذاك الدين، ما كلهم مؤمنين، كل انت تتهم الصحابه، عندك شك في ايمان الصحابه يا وهاب، جاوبني جاوبني، هل عندك شك في ايمان خليفه عثمان وعلاش اللي كانوا في وقت؟ انا راني نقول لك انا ضد الصحابه اللي خربوا، انا نضلك على دروك الناس اللي تخرب كيما هضرت لي جامعه الازهر ولا ما هم كل مؤمن، علاش شحرور ماشي مسلم؟ شحرور ماشي مسلم؟ انا نقول لك عندك شك في عندك شك في اسلام شحرور، هل عندك شك في اسلام شحرور؟ هضر هكذا ما نقدروش نسب، نو 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 اي باسكو لازم نفهموا من هو المؤمن، من هو المؤمن؟ دقيقه باسكو هكذا ما نقدروش نسمعوا واحد دروك، انا مانيش قادر نسمعكم، وهاب واش راهو يقول؟ راهو يقول اللي يخرب لازم يكون مؤمن بهذاك الدين. ايوا كلهم مؤمنين، لا اصبر اصبر اصبر، لا لا شوف كل مؤمنين ما حاجه، حتى انت بروحك تقول بلي حتى واحد ما يدخل في النوايا تاع الناس ولا تما، مانيش انا ماش نقول مؤمن ولا ماشي مؤمن، راني نقول لك بلي اللي غيكونوا مؤمنين دروك المجتمع المتدين عنده شغل طرق باش ينجم يتبع ويعرف شكون هذا اللي ماشي مؤمن ولا، هنا تدخل في نظريه تاع كونسلي سيجنال تاع التكاليف. ما هو المعيار؟ ما هو المقياس؟ المعيار هذا هو يحدد من يحدد المعايير هنا؟ من يحدد المعايير؟ خلينا نكمل، باغي تعرف من هو المؤمن؟ باغي تعرف الجواب؟ تفضل. ماشي جهه مركزيه اللي تحدد شكون هو، انا نقول لك بلي كاين كوليكتيف اكشن هنايا كي تجي تشوف يورو لك بلي هذاك المجتمع هو عنده طرق باش يحدد بالكوستي سيجنال بالتكاليف، الناس اللي تنجم تستحمل تكاليف معينه دينيه يجمو يحدوا شكون هو اللي صح مؤمن وشكون اللي ماش صح. شكون هو؟ شوف وهاب ما تغرقنيش في الفلسفه، قول لي شكون هو، اعطيني اعطيني بالملموس. لا 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 شوف هذا امر خطير، سي تري غراف، نو 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 شوي ديزولي وهاب، سي تري غراف واش راك تقول، سي تري غراف، اعطيني بالملموس من يحدد المعيار، من يحدد معيار الإيمان؟ الفاتيكان، قل لي الفاتيكان، قل لي الأزهر، أعطيني أعطيني بالملموس، أعطيني بالملموس، ما تخلينيش في الهلاميات، ما نبقاوش في الهلاميات، أعطيني بالملموس، من هي المؤسسة، من هي الجهة التي تحدد؟ ماشي جهة مركزية، خليه يريكم، مجتمع
خليها انت راكم مركز بالي اكتك متخيل بالي تكون جهه مركزيه الازهر ولا الفاتيكان ولا لا، يعني نقول لك بالي مليغ تكون جهه مركز، ما تكونش بالضروره جهه مركزيه. اتس كولكتيف اكشن، كاين كيوز، كاين على اساس ما كونسلي سيجنال. مش نروح بدي طاي تبغي نقعد غير نهضر ونشرح لك فيها، مش نشرح لك فيها. ثاني نقول لك بلي كاين حاسه كيما هكا اسمها كونسلي سيجنال. المجتمع هذا اشرحها اشرحها اشرح لنا اشرحها اشرحها ما هي هذه، ما هي سمو خليها خليها مش واضحه هذه الفكره، مش واضحه خليه يشرح. خليه يشرح. اوكي، يعني كاين ميكانيزم على حسب واش فهمت وايبو، كاين ميكانيزم سابل كوست سيجنال هو اللي ديسيدي شكون مؤمن ومش مش مؤمن، سي سا. اوكي، بصح لا طولت، ما تقولش طولت ولا خت ورا قال يفهم على الطريق. اكسبليكي عندنا احنا مازالت لنا 20 مينوت اذا قدرت باش نعطيو اون 10 مينوت ابري. اوكي، هنا عندنا مفهوم مهم بزاف اسمه unconscious senses. يقول لك constitute entities within complex adaptive system، يعني الحاجة اللي الأجزاء اللي تمثل هذا السيستم تاع الدين هي غير واعية بالبروسيس هذا تاع تنظيم. تنظيم هو تاع adaptation، يعني كي تغير معناتها رانا داخل نفس باش نفهمه معناتها رانا داخل الموديل تاع كومبلكس ادابتيف سيستم، يعني رانا داخل الموديل اللي يشوف الدين على انه نظام معقد وتكيفي. باش نحصره باش نفهمه مليح كيفاش يعرف المؤمن من غير المؤمن حسب هذا لا تيوري، حسب هذا الموديل. اوكي كمل. انا هنايا هذا هو النظام، هادو هنايا 8 كبيره حتى ثاني غلطه كنت ديرها في تحيه، بصح معاك شغل ما تبان لي ماشي مهمه بزاف. بصح المهم كي نهضروا على الاسس الاخلاقيه هذيك ماشي لابونات، لابونات هذه شغل موديل واحد اخر يتوافق مع الاول. لابونات راه هنايا، هادو هما، هادو هنايا 8 هذه لابونات ولا بيلدين بلوكس تاع الدين. تما هادو 8 كيكون كاينين نقولوا بلي هذا الدين، كيكون كاين نقص غير واحد نقولوا هذا بلي ماشي دين ولا دين ناقص ولا دين معطل الى اخره. اوكي، انا يقول لك باللي الناس يكونوا في هذاك الدين، في هذاك المجتمع المتدين، المجتمع ماشي غير السلطه الدينيه، انما كاع الناس اللي عندهم علاقه بهذاك الدين ويؤمنوا به وعندهم دور في هذاك الدين، يكونوا تكون غير واعيه بالتعقل ما داير يكون صاري تاع الدين. هنا ديزاين كولس اذر سيستم كان ابير تو اوبزرف تو بي انجينيرز ساش اس ذا فانكشن اوف بايولوجيكال سيلز. اوكي، بات نو انتيليجنس، ما تحقش ذكاء، ماشي تحكم ورقه هكا ولا تحكم نص تقعد تخمم تقعد تقول كون عندك كيما هكا غادي تكون مليحه. هذه طريقه واش باستعمال الذكاء كيما يسيو الحداثيين، الحداثيين كاع يقول نستخدموا العقل ونستخدموا الصوالح كيما هكا ولا القراءه تاعنا. راني نقول شو ادابتاسيون تاع الدين مع الوقت اللي يكون فيه ما يكونش بناء على الدين ولا ما يحتاج، ما يكونش بناء على الذكاء ولا ما يحتاج الذكاء. امو كونستيتيوش انتيتيز ان ذيس كيس ريبوسومز لي هنا تهضر على الادرانولوجي مع الخلايا مور اوف كوزي ار اوفن كومبليتلي اني وير، ما يكونوش كاع فايقين بال السيستم هذا كيفاش يتحرك. بنفس الطريقه انه الخليه تاعي كراهي تمدلو تدي الاكسجين وتفوت الدم ديال صالح، ما راهيش واعيه بلي تساعد في انسان دروك باش يهضر ولا باش يدير نقاش. تما الناس داخله في هذاك المركز تاع في هذاك السيستم تاع الدين تخدم بنفس الطريقه. هنا يقول لك راني جاي النقطه اللي تحوس عليها، واي ذا سيستم سيلف اورجنايز من تنظم روحها بروحها ويداوت توب داون اور بوتوم اب اوركسترا. هذا النظام ماشي خطي، ماشي واحد الفوق يقرر كما الازهر ولا الفاتيكان كما يقول الاستاذ جاب الخير والاخرين يتبعوا، ولا ماشي الناس تقرر ولا هذاك اللي في النظام غير يتبع الشعب الشرعي باغي كما النظام تاعنا العسكري مثلا. لا، ما صارش كيما هذا النظام نون لينير. شيما انت هنا كيجيو الشيما غادي نلخص عليكم كاع الهضره. هنا عندنا في الحاجه المركزيه الطقوس، كما هنا يكون الطقوس هي الطقوس ولا الشعائر ولا تما الحج الصيام الصلاه وكاع، هذه هي الاصل تاع الحاجه اللي تحرك كاع نظام ديني. اوتوريتي السلطه الدينيه الازهر والفاتيكان وكاع راه غير جزء هنا صغير. شوف راهي 1/8 وماشي مابا حاجه اساسيه كما الطقوس، راهي هنا اوتوريتي فقط. اوتوريتي هنا اوتوريتي عندها تاثير، دي فوا تدير تغييرات بصح قادر تكون حتى التغييرات اللي تزيد ديرها اوتوريتي ما تكونش ماشي هي اللي تحقق على ارض الواقع. هنا مثال على المسيحيه، الفاتيكان واحد الوقت سيات دير تغييرات هي كما كانت باغي، لا ما وصلتش النتيجه اللي كانت باغيتها. علاش؟ اصبر، علاش؟ خاطر المجتمع هذاك يتاثر ولا يتاقلم للتحركات هذوك ولا التغييرات اللي باغي ديرهم الفاتيكان ولا هذيك الكنيسه،
بصح ماشي بالضروره غادي يتصرى النتيجه اللي راهم باغيينها الكنيسه، غادي تصرى النتيجه اللي تساعد هذاك الشعب، ولا قادر تكون تمدن ثاني الحاله تاع التطرف. تما هذه هي الفكره. اوكي نعاود نترجم برك لسعيد باش 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 يفهم ابري وشنو هو الجواب. يعني سعيد على حسب الشرح لا ديسيزيون قرير انه هذا الفرد مسلم افهم مؤمن ولا مش مؤمن، ما راهوش بروسيسوس يحد الازهر واللي يحدوا الفقيه الفلاني واللي يحدوا الجماعه الفلانيه. هو كاين حاجه تقريرت عنك نتايا مسلم ولا مش مسلم، مؤمن ولا مش مؤمن، يشوفك اسكو تصلي دير لي ريتوال ساسي لبنه من لبنات كوريجيني وهابي داني غلط، يشوفك اسكو عندك نفس يعني التقديس اذا كان كاين نيسيسير، اسكو تتبع وشنو هو مطلوب منك وما تديرش وشنو هو طابو، يعني تكونك جزء من القطيع. اذا انت جزء من القطيع معناتها عندك الحق تخرب في الدين، ماكش جزء من القطيع ما عندكش حق تخرب في الدين. هذه هي الهضره كاع يعني اللي هضرناها من 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 المقبل. يعني باش باش ما نديوش ان في انديزيرابل في الفيتشر، يلزم الناس اللي يخربوا في الدين يكونوا مشهود عليهم انهم توقات انهم يصلي ويصوموا وما يديروش المحرمات وما يديروش الاخر اي توسا. خلاص اوكي. اذا هنا هذا راني كما قالوا طاحت وصبناها. اذا في الحاله هذه نرجعوا شويه للتاريخ. احنا عندنا مثلا، احنا عندنا كمسلمين في الاسلام عندنا بزاف مرجعيات من هذا النوع. مثلا كي تقول لي دير تكون مثلا دير الطقوس مثلا على مثال، وتقول لي لوتوريتي مثلا، بنبداو بلوتوريتي. واش من لوتوريتي؟ هل لوتوريتي مالكيت، لوتوريتي حنفيت، لوتوريتي حنبليت، لوتوريتي الشافعيت، لوتوريتي سنيت، لوتوريتي شيعيت، ديوديسيمان، لوتوريتي إسماعيليت، لوتوريتي شكون؟ واش من لوتوريتي؟ الحنابلة ثاني، كاين السلفية، كاين جماعة ابن تيمية، بن الوهابيين، كاين المالكية، كاين السلفية وكاين الأشاعرة. عندك اسكو لوتوريتي تاع الأشاعرة، تاع المعتزلة، تاع الإباضية؟ واش من اوتوريتي؟ واش من اوتوريتي؟ راهي عبالك هذو كاع متناقضين ويكفروا بعضاهم، هذو راهم يكفروا بعضاهم ويقسوا بعضاهم، هذو متناقضين. ومن بعد كي تقول لي، كي تقول لي واحد مؤمن مثلا ناخذو كمقياس انه يطبق الشعائر، اللي يطبق كاين شعائر مثلا المذهب الاسماعيلي يلغي الشعائر كاع من القرن الثالث الهجري. الامام الاسماعيلي الغى تماما الشريعه عند الاسماعيليه، ما كاش شريعه، شريعه ملغات ملغات في القرن الثالث الهجري. الامام تحمس الغاء اذا ما قعدناش إيه. اوكي ما هو المعيار اونكور اون فوا نقولوا نقولوا الاشكاليه المعيار وصلت الفكره. انا الان مانيش حاب باسكو كاين المباراه اللي حتبدا في 15 دقيقه باش نخليو الناس يكملوا. انا راني فاهمكم بيان زوج، جو بونس كو لي سعيد راه عنده هاجس تاع العمليه، وهاب عنده هاجس تاع سكي اكسبليك ميو لو فينومين. جو نو فوا با دو كونتراديكسيون سي فوالا سا سي ما كونكلوجن. مو انا حاب حاجه واحده برك باش نكملوا ونخليو جو سي كو ما قدرناش نهضروا في كاع الموضوع. صح، طرح سؤال نجم نجاوب عليه بالخف. ما هو المعيار؟ عاود كي تقول ما هو المعيار، انا مفترض بلي طريقه تندار بطريقه بالانتيليجنس بالذكاء على بالك تخمم ما هو المعيار. انا نقول لك تصرف طريقه لا 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 ما فهمتش السؤال. انا هنا واش يقول لك؟ لا راه يقول شنو خير ولا فهمت مليح السؤال. يقول شنو خير الشاعره ما منا منا مالكي منا، خاطرش على كي تجي تخير تما تخمم شي حاجه تخمم شنو هي الحاجه اللي نروح نشوفها. خاطر تكي تحط كاع النصوص كاع المذاهب وكاع تقول شنو خير شنو المعيار. انا نقول لك بلي ما صراش. ببساطه كي نقولوا وهاب اون دو مون دو مون جمله قصيره، كي نقولوا مؤمن يعني الاشعري عند السلفي كافر ماشي مؤمن. لماذا؟ لان الاشعري يعتقد بان الله ليس داخل العالم وليس خارج العالم وليس فوق العالم وليس تحت العالم، بينما السلفي يقول لك الله فوقنا. السلفي يقول لك الله فوقنا وقاعد على كرسي على العرش. هذا كاع مشكله اديان مختلفه بالنسبه للمتناقضه. خاطر شكون تقرا وتفهم مليح تقابل الدين حاجه لوكال، ثاني كاين مفهوم اخر هي بين لوكاليتي. هذا التقسيم تاع بين كاين اسلام ومسيحيه والاسلام فيه الشيعه والسنه وكاع، هذاك التقسيم ماشي صحيح. الاسماعيلي هو اللي بدل الاسماعيليه، الحنفي هو اللي بدل الحنفيه، والحنبلي
يعني هو اللي عنده فوالا يعني هنا واش راهو يريبوندي لك باش تكون كيما يقولوا تحب تبدل حاجه ما تقدرش تبدل الاسلام كاع تبدل عندك باش تبدل بطريقه كيما يقولوا ما فيهاش دونجي اذا تحب تبدل المذهب المالكي لازم تكون مالكي اذا تحب تبدل لاخوس ميوال الحنبلي لازم تكون حنبلي انظروا هذه هي يا فتحي وشكون هذا اللي راح يقدر يبدل المذهب المالكي او الشافعي وراه او الحنبلي او الحنفي اين هو لا شك فيك اصلا علاش راك شايف اصلا بالي لقيت تبدل هذا هو السؤال علاش لا انت قلت نو 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 وايبو نو il faut pas ignorer واش قال حنا قال لك بليك الان مشكل التكلفه داخل النظام الديني مثلا نقولوا المالكي باش نهضروا هكذا راهو يديرنا عندنا مشكل تاع التكلفه وهذا المشكل تاع التكلفه كاين ناس مجموعه من المالكيين باش نهضروا غير على المالكي باش ما نقعدوش نهضروا في حاجه ابسود راهم يشوفوا بلي كيودي التكلفه هذه عاليه انت راك تقول اوكي نقدروا نخربوا في الدين الا اذا كنا مشهود علينا بطريقه كما يقولوا انكونسيون بليك نحن من ذلك الدين دونك المالكيين اللي راهم حابين ينقصوا التكلفه تاع التطبيق المالكي يجب يشهد لهم بانهم مالكيين باش يقدروا يخربوا في المالكيه لا انا تخمم انتيليكتوال بروسيس تخمم بلي جو وحدين يقول كانوا شاهدين بلي هادو عندهم ايمان وكاع على بالي راكم تحفوا في هذه الغلطه انا نقول لك بلي لا شوف بصفه عامه هذه التغيرات تاع وحدين يحكم نص هكا ويجي الاخر صرا يا اما بوحدين يستخدموا اصول الفقه الحاجه اللي كانت كاينه من بكري في الدين يا اما صرا هكا بطريقه تلقائيه النص يبقى وبعد التاثير تاعي يتبدل وكاع هذه صرا بروسيس اخر من بعد كاين صواحب اللي غنتفاداهم كيما تطرفوا كاع هادو فيهم شغل فيهم صواحب اللي غنخدموا عليهم نجمو نهضروا عليهم ثاني بون جو بونس كو اون ريست سور ان ديزاكور ماجور اي دي كيسيون نون ريبوندو ما نقدروش نريبوندو على كلش عندنا زوج سوايع انا واش نقدر نقول لكم واش نقدر ندوموندي من عندكم ان مود لا فان عندك 3 مينوت منا 3 مينوت منا باسكو حيبدا الماتش وكاع الناس راح يشوفوا الماتش خليك المود لا فان قبل وهيبو سي تكون بريف نختم بعد اوكي شو يا شوف الحاجه الاولى هي باللي كان فهم لحديث للدين ماشي غير فهم غير هكا شغل واحد ماشي حاجه هذه حاجه مينستريم ماشي زعما حاجه خارجه عن المألوف جاتنا ولا لا العكس لانهم شافوا باللي كاين مشاكل صارت لهم من يعني نقولوا ولاو ليبراليين بزاف بين قوسين شافوا باللي كاين صوالح فقدوهم الدين اللي متعلقه بالوظيفه تاع الدين تاع الاستمراريه وكاع وعلى بها راهم يديروا كاع حد الدراسات وبلي بناء على الدراسات هادو يقول لك بلي الفهم تاعنا راه ناقص وبلي ما يلقش نخربوا في الدين بالطريقه هذيك الساذجه دوك هذه هي الفكره العامه وصلت الفكره ميرسي وهيبو سعيد يكون مقتضب مودلافا مودلافا ببساطه انا جوفو بيان تقول لي ما تخربش في الدين جوفو بيان مي انا اعطيني حل المشاكل لان الدين راه يطرح مشاكل اليوم الدين بيان سور كقراءات القراءات نتاعو والممارسات نتاعو كما هي في المجتمعات اليوم تاعنا راه يطرح مشاكل كبيره راه يطرح مشاكل خطيره جدا داخل المجتمعات تاعنا وبلا ما نعددوها راهي معروفه وذكرت بعض منها دونك انا نحتاج حل ما هو الحل كيف نخرج من هذه المشاكل هل يمكن السؤال الاخير اللي نطرحه هل يمكن الخروج من هذه المشكلات لا تطرح سؤال لك عندي الحق باش نجاوب لا 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 ماشي عليك انا نطرحه لي يبقى مفتوح يعني مش مطلوب منك تجاوب بصح ليش تا السؤال ماشي واجهي لا نبين هذه يعني انا السؤال انه اذا كان اليوم نقولوا ما نخربوش في الدين ما لازمنا حلول احنا ما هي الحلول اللي باش نخرجوا بها من المشاكل اللي تطرحها القراءات والممارسات الدينيه او التدين في مجتمعاتنا هذا هي ما هي الحلول للخروج ما هو الحل للخروج من هذه المشاكل كيفاش نديروا هذه هي الاشكاليه اللي مطروحه عندنا اليوم اوكي انا شو مش غير انا شو بالمعنى الموضوعيه باللي كون نديروا صح معيار ونشوفوا بين المشاكل العلمانيه اللي فيها مشاكل اكبر من الاسلام تما قبل ما نقولوا لا لا صبر لا صبر النقاش ما راهوش في العلمانيه واحد مش عادي خلينا نكمل النقاش ماهوش في العلمانيه اليوم نقدروا نديروا لها نقاش واحد اخر العلمانيه الا حبيت اوكي لا 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 شوف خاطرش كون تقارن غير حاجه غير هكا تحكم عليها غير وحده هذه اسمها غلط اسمها نيفانا فولسي نجم ديرها على اي حاجه نحكم عليها نجبد العيوب لا فيها خاطرش ما كاش حاجه تم تحوز على حاجه مثاليه ماشي حاجه على مر كاين في ارض الواقع كي نقارنوا بالنظام ونظام انا نقارن بالنظام ديني نظام
ليبرالي ولا علماني، نظام ديني، نظام علماني شيوعي ولا نظام ديني كما راه كاين في الجزائر دروك مع نظام تيوقراطي زعما ديني اصولي. تما هذه هي تما اي حاجه كنحكموا عليها نقارنوا بين حاجه وحاجه اوترومون، هذه حاجه مغالطه اسمها مغالطه نيرفانا فولسي. اوكي هذه هي الفكره. اوكي انني حاب نختم برك بالساده المستمعين والمستمعات، شكرا لكم على راكم هنا. فهمت لا كيسيون اليوم سوا كيما بواحد الوقت اللي يهضر على العيوب تاع الكابيتاليزم يجم ثانيك ما يخليش ولا يسكت على الكومونيزم ولا فيزيرسا، يجيب نظام خير منه، يقترح نظام خير منه. فوالا يقترح نظام خير منه. المهم انا جو بونس كو que les problématiques de chacun وصلت. شكرا لكم على البقاء في الموضوع، واذا حبيتوا تبروغراميو مواضيع فيما بيناتكم من بعد راكم اون كونتاكت. شكرا للساده المستمعين والمستمعات، ومباراه حلقه ممتعه. السلام عليكم. سلام.